اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر في انتصارات اهلاويه جديده. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات الاهلي خط احمر، وزي ما قلنا في انتصارات النادي الاهلي. يا رب دايما دمها انتصارات، يا رب دمها انتصارات، لان جمهور الاهلي حاله وجمهور النادي الاهلي فكره، والنادي الاهلي نفسه برضه فكره. تحس ان احنا 10 ايام عندنا مشكله ان احنا ما حققناش فوز. انت محقق دوري ابطال افريقيا، البطوله الاكبر داخل القاره، اللي اي حد لما بيحققها بيحصل عنده اكتفاء. ربما نادي الوداد بيخسر الدوري المغربي في اللحظات الاخيره في الوقت اللي هو محتاج فرحه تنسيه لحظات خساره النهائي. جمهور الاهلي على العكس، جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه في حته تانية حرفيا. بتيجي بتلعب في الدوري منتظر كده يكون في ايه، حاله تشبع. جمهور النادي الاهلي حاسس احنا واخدين افريقيا ووضعنا في الدوري جيد ومريحين نفسيا شويه، وفي شويه هدوء يا عم فارس، يعني خلينا بقى في رفاهيه ان احنا نلعب ماتش وحش. لا، جمهور النادي الاهلي قبل مباراه الحرس كل واحد بيتكلم عن حكايته في انتظار النادي الاهلي اللي لسه واخد دوري ابطال افريقيا. كولر من اول لحظه وهو بيودع المطار في سويسرا وهو بيتكلم عن رحلته الجديده وطموحه الجديد وهدفه الجديد. الفريق جوه الملعب بيبقى عندك في بعض الفترات تراجع، ولكن بتنهي المباراه بشكل رائع وشكل فيه حماس وشكل فيه روح وشكل فيه رغبة في الفوز. الحالة دي وحجم الشغف بالبطولات ده وحجم الرغبة في تحقيق الانتصارات ده معادلة بتاعت النادي الاهلي. بس يا جماعة، في ناس بالسنوات ما بتاخدش الدوري، في ناس بالسنوات ما بتاخدش افريقيا وبتتأقلم على الوضع. انت ما عندكش تأقلم، انت ما فيش في منهجك التأقلم مع اي شيء غير الانتصارات. انت قاعد مستني نفس الشغف. انا قاعد وانا بتفرج على المباراه بقول هو ده الاهلي اللي انا كنت فرحان بقالي اسبوع، وحفله بقى وجمهور الاهلي عمال ينزل ويبدع في الانتصارات. اول ما بدا مباراه الحرس اللي هو هبط، يعني قبل المباراه كان عنده فرص يعني، ولكن عمليا كان هبط، وفريق نتائجه متواضعه جدا، ولكن نفس الشغف بنفس الحماس بنفس الرغبه. ده بيحصل في حتة واحدة بس، وهي النادي الأهلي اللي بصراحة حالة استثنائية. أكيد يا فارس، وده قلنا قبل كده كتير، إن أنت قدرك إن أنت تكون في النادي الأهلي بالتأكيد شعبية جارفة، بالتأكيد حالة مختلفة تماما، لأنك بتمثل النادي الأهلي في أي منصب أو في أي مكان. لكن الحقيقة أنت واقع تحت ضغط طول الوقت، إن أنت في النادي اللي عايز طول الوقت يكون رقم واحد. الأمور الطبيعية في كرة القدم مش طبيعية عندك. يعني أنا بشوف إن الاسترخاء والاستهتار ببعض في بعض الأوقات، والحالة اللي ممكن يعني تيجي بعد بطولة إن أنت تكون لسه مش واخد جو الشدة في الملعب، دي طبيعية جدا في أي فريق في العالم وعادي بتحصل جدا، لكنها غير مقبولة في النادي الأهلي. أنت المقبول في النادي الأهلي إن إحنا بيتقال إيه؟ اقفل الصفحة من تاني يوم. لكن الحمد لله وأنا سعيد جدا إن كان في فترة راحة نحتفي بالبطولة ال11، لأننا لازم ندي البطولات حقها. زي ما بيحصل بعض الأوقات حالات من الانكسار فبيكون حالة الزعل والحزن والغضب شديدة جدا، فلازم لما يحصل انتصار لا لازم نكون برضو واخدين حقنا، لا إفراط ولا تفريط، ولكن ما نقفش عند الانكسار ونبدأ نقعد فترات نتكلم عنه ونعدي كده البطولة بشكل عادي زي ما عدينا البطولة 10 اللي هي مظلومه معانا دي. لكن الحقيقه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي بالتاكيد واصل لهم كويس قوي مشاعر جماهير النادي الاهلي. وغريب جدا ان انت يكون عندك مدير فني في اول سنه ويبدا يحدثك على انه فاهم طبيعه جماهير النادي الاهلي. خلاص الراجل بيشتغل على طبيعه جماهير النادي الاهلي، وده شيء ايجابي جدا وانا اقف عنده بالتاكيد خلال الحلقه. لكن اكيد يا فارس عندنا يعني موضوع مرتبط بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. عندنا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، طبعا كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، وكالعادة جمهور النادي الأهلي بينتظر دايما إيه اللي بيخرج عن مجلس إدارة النادي الأهلي والقرارات الجديدة. نشوف مجلس إدارة النادي الأهلي وقراراته اليوم. أهم وأبرز ما رشح عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم السبت،
24/6/2023 بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنه المجلس في جلسته الممتدة منذ الأسبوع الماضي تناول العديد من الموضوعات، كان في الصدارة منها تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي بالنادي، ونطرح على حضراتكم مجموعة الأسماء اللي تم الاستقرار عليها لقيادة النشاط الرياضي والأجهزة الفنية خلال الفترة المقبلة. اعتمد المجلس في هذه الجلسة تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي كالتالي: جهاز كرة السلة أوجستي المدير الفني للرجال سيدات، معاه الكابتن طارق الغنام مدير فريق السلة الفريق الأول لكرة السلة رجال. أما فريق السلة للسيدات فيتولى إدارته فنيا كابتن طارق خيري، وقطاع الناشئين والناشئات هناك خبير أجنبي يتولى القطاع وهو داني ماني أسباني الجنسية. ده بالنسبة لجهاز كرة السلة. أما جهاز كرة اليد فمستمر طبعا كابتن ياسر لبيب كرئيس للجهاز، وأيضا مستمر المدير الفني الأسباني ديفيز. أما المدير الفني للسيدات فهو الكابتن محمد عادل، ومدير قطاع ناشئين وناشئات كابتن أحمد سالم. كرة الطائرة يعني تم إرجاء إعلان الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، أما الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات فسوف يتولاه الكابتن إبراهيم فخر الدين، والكابتن حمدي الصافي أصبح مدير قطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي. سيتولى رئاسة جهاز ألعاب الماء الكابتن وائل عزت، فيما يتولى جهاز تنس الطاولة الكابتن أشرف عبد الفتاح كمدير جهاز، أيضا رئيس جهاز ألعاب القوى هو الكابتن ياسر داود، رئيس جهاز الجمباز الدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الكاراتيه الكابتن مراد عاصم، وأخيرا رئيس جهاز الاسكواش والكابتن محمد عباس. يعني ده تشكيل الأجهزة الفنية اللي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في هذه المرحلة. كم للأمنيات الطيبة بالتوفيق للمسؤولين في النشاط الرياضي والمديرين الفنيين والمدربين ورؤساء الأجهزة في استمرار هذه المسيرة المضفرة وتحقيق البطولات والإنجازات التي تليق بالنادي الأهلي إن شاء الله. ونلتقي دوما في مناسبات سعيدة، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، ومصر والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء في سلام في أمان الله. طبعا دي يعني أهم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة، وواضح بشكل كبير جدا في حالة استقرار في فريق كرة السلة رجال وأيضا فريق كرة اليد مع أوجستي السلة ومع ديفيدز يد، ولكن تم إرجاء يعني إعلان الجهاز الفني لفريق كرة الطائرة، وده طبيعي جدا لأن واضح أن أنت لسه بتكمل مفاوضاتك مع مدير فني كفء على غرار ما حدث في كرة السلة وكرة اليد، وباقي عناصر يعني الأجهزة شبه استقرار وشبه يعني منح الثقة، باستثناء الكابتن حمدي الصافي اللي انتقل من المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات إلى يعني مدير قطاع الناشئين في الفريق أو كرة الطائرة رجال أو شباب وشابات بقى. فطبعا كل التوفيق للكابتن حمدي الصافي، وطبعا مبروك لكابتن ابراهيم فخر الدين توليه منصب المدير الفني لفريق كره الطائره سيدات. اعتقد يا فارس حاله من الاستقرار بيشهدها قطاع يعني العاب الصالات في النادي الاهلي. كنا بنتكلم قبل الحلقه عن 35 كاس حققوا في موسم استثنائي، واعتقد ده بيمنح الفرصه ان يكون في تجديد ثقه في الاجهزه الفنيه. بصوا، الاستقرار مش جاي بالنسبة لي من الحفاظ على نفس الأسماء بقدر الاستقرار ما جاي بأن نتائجك باستثناء بعض اللعبات أو تحديدا يعني الكرة الطايرة أنت أكيد بتنتظر موسم مختلف. الاستقرار على مستوى النتائج بيديك الفرصة اللي أنت تعدل وأنت في وضعية أفضل، وأنا شايف أن النادي الأهلي عنده من الأريحية نتيجة نتائج الألعاب دي الموسم اللي فات إن هو يقدر يكمل على اللي وصلنا له، لأن اللي احنا وصلنا له في ألعاب الصالات تقدم كبير جدا وشيء شاق ومرهق للأمانة، والله يكون في عون مجلس الإدارة، لأن أنت بتتحاسب على شيء استثنائي بعد كده. أنت احنا أسامة لسه بيقول 35 كاس، طب ما تعالى بقى أنت خلاص الجمهور عنده سقف توقعاته ومستمع طموحاته في ألعاب الصالات. يا جماعة، في حتة أنا دايما بقول النجاح في ألعاب الصالات بالشكل اللي فيه هذا العدد من النجاحات تجربة. أنا عايز حد في العالم يجي يقول لي النادي الفلاني عامل كده في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في أي حتة. بايرن ميونخ نادي
ليه تاريخ كبير جدا من الفرق اللي بتسيطر زيك على الدوري الالماني، بس تعالى شوف في قطاع اليد مش هو الفريق الابرز، ولا هو الفريق اللي كل سنه بياخد بطوله، ولا هو اللي في اوروبا اشهر فريق ولا اغنى فريق ولا الكلام ده خالص. تعالى شوف ريال مدريد في كره القدم وهكذا. فاللي انا بقوله ده مش معناه ان احنا بنقول ان انت تتقبل عدم تحقيق النتائج دي، ولكن اللي انا عايز اكد عليه ان اللي بيعمله اسامه الاهلي في العاب الصالات ده يا جماعه احنا نسعد بيه، ولكن نبقى فاهمين ان هو استثناء مش قاعده. بالظبط، ده مهم يعني جدا، دي حته خطيره جدا، عشان كده بنقول انت عشان يعني ما تبقاش محبط بقى طول الوقت بعد كده لاي، لان وارد انت السنه دي مثلا الطايره، بس المجمل العام انت راضي عنه ولا لا؟ مش راضي عنه. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نقطه، بما انك اتكلمت عن الكره الطائره ولازم جماهير النادي الاهلي تعرفها، فريق الكره الطائره بيجدد دماء، والحقيقه فريق الكره الطائره بوضوح شديد جدا مش بس فريق رجال، لا ده كمان عايز اقول لك يعني على مستوى الشباب كانت النتائج سلبيه هذا الموسم، وعشان انت ترجع تاني بفريق الكره الطائره للفريق الافضل داخل القاره، انت الفريق ده يعني محقق بطولات وانجازات، وانا دايما بقول فريق شبيه لكره القدم بهويه كره القدم بروح الفانيلا الحمراء، لما بيجي يحصل احلال وتجديد وتغيير دماء لازم تكون عندك ثقافه الانتظار والصبر. بالتاكيد مش بنقول الكلام ده كمقدمات لفقدان بطولات جديده في الموسم القادم، لا ده احنا بنقول لك الصعوبات اللي بيمر بيها الفريق ده عشان تبقى عارف كويس وهو بيحقق اللقب عدى صعوبات قد ايه، وده طبعا جاي بدعم واضح جدا من مجلس اداره النادي الاهلي حتى في العاب الماء. بالمناسبه انت بيعود ليك دوري تاني كره الماء، وده شيء ايجابي جدا، وكاس، فديك طبعا الدوري كان غايب حوالي 20 سنه فطبعا ده شغل كبير جدا، لازم انت تبقى عارف ان في شغل برضه بيتم بالشكل ده في قطاع الكره الطائره. ويمكن مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن خالد العوضي الحقيقه عامل موسم هايل جدا الحقيقه، الدينامو كده موجود مع مجلس الاداره مع كل مديرين القطاعات او يعني رؤساء الاجهزه عاملين شغل هايل جدا، باذن الله يكون عندنا المنافسه على اللقب لان هو ده التارجت بتاعك، وباذن الله نحقق مزيد من الالقاب في الموسم القادم. لكن قصه ان انت تاخد موسم استثنائي وتبدا تعلي الطموحات عليه وتحطه قاعده ده امر طبعا صعب جدا. طبعا وبمناسبه كابتن خالد العوضي، الاختيارات يا جماعه في الحياه احيانا بتكون ما بين اهل الثقه واهل الكفاءه، دي طبيعه الاختيارات في الحياه عموما يعني، ولكن افضل الاختيارات في التاريخ، بس مش في كره القدم طبعا، في التاريخ عموما، هي كانت اللي بتجمع ما بين اهل الثقه اذا توافرت فيهم شروط الكفاءه. وانا شايف ان كابتن خالد العوضي للامانه هو اهل ثقه واهل كفاءه، وعشان كده المردود بان بسرعه قوي وبان بقوه قوي وبان باخلاص وحب وحاجه شبه طبيعه النادي الاهلي حتى في المدرج حتى في التفاعل. انت لما بتيجي انت تتعامل مع مع القطاع بشكل واضح وتشوف اللاعبين وتشوف رئيس النشاط الرياضي او مدير النشاط الرياضي بدرجه مشجع في الصاله وفي كل صاله، طب انا كلاعب لازم ابذل مش ده مش التواجد بس، احنا هنا اسامه بنتكلم مع حد وانت تقول ده اهلاوي وبس ده، وحد بقى تاني تقول ده معجون بميه الاهلي بالظبط، او فكره ان انت عندك كمان الكفاءه مش بس حب النادي الاهلي، لان الامانه الناس برضو بتتكلم دايما على كابتن خالد العوضي ان هو الشخص الاهلاوي المنتمي المحب، بس يا جماعه هو كمان شخص عنده قدره، عنده فيجن اداري واضح، واضح جدا جدا جدا، دماغه مترتبه، عنده بلان واضحه وصريحه، فالامانه هو يستحق التقدير. وبيبدا من الناشئين يا فارس، وبادئ من الناشئين في كل الالعاب بوضوح شديد. نجاح المصادفه سريعا ما يزول، انما النجاح القائم على اسس، انا شايف ان النادي الاهلي بيتحرك في الفتره الاخيره تحديدا في ملف العاب الصالات بنجاح قائم على اسس، مش نجاح مصادفه اطلاقا، ما جبتش اوجاستي فمدرب عالي فسمع معايا فهو خلاص في الباسك، لا كل حاجه انا بروح ادور، حتى اليد عندي مدرب كان كويس جدا ومدرب ليه سي في وكل حاجه، بس الكاركتر بتاعه والسمات الشخصيه بتاعته مش دي اللي في الوقت ده هتخرج الفريق اللي عندي من العيوب اللي عنده، فرحت جربت ديفيد ديفيز وبصيت لتجربه ثانيه. طبعا ده كان كلامنا في العاب الصالات، ولكن لو احنا بقى بنتكلم عن الشخصيه القياديه فعندنا شخصيه قياديه، خلينا بس نقول خبر الاول مهم جدا يعني لفريق كره القدم، اكيد التجديد تجديد يعني طبعا. يعني رامي ربيعه يعني رامي رجوله بيحقق بطولات مع النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي بيجدد لمده موسمين، والنادي الاهلي اعلن بشكل رسمي التجديد. رامي ربيعه فارس عنده 5 دوري ابطال افريقيا، ده حقيقي. وانا عايز اقول حاجه يا جماعه، يمكن احيانا نتكلم عن كفاءه رامي ربيعه الفنيه اللي هي بحكم السن طبيعي اللاعب بيدي النادي الاهلي وبيؤدي، ولكن اكيد في تغير في المستوى بحكم السن، ولكن في حاجه مهمه جدا، مش كل اللاعبين
انت محتاجهم يلعبوا طول الوقت 90 دقيقه وكل المباريات، ومفيش فريق يا جماعه قائم في فلسفته وفي وضع عمود الفريق او في وضع ادواتك كفريق ان انا عندي كل اللاعبين بيلعبوا كل المباريات، ده مش حقيقي. احيانا بتدور كمان على اللاعب اللي عارف ان هو لما يتواجد هيحاول يدي كل اللي عنده. ونقطه كمان مهمه، اللي هو موجود معاك مقتنع يا اسامه ان في المرحله دي بخبراته وبكونه بقى اصبح من كباتن الفريق وبشخصيته ان انا عارف الدور هلعب 90 دقيقه او ودوري طول الوقت ايه بالظبط، وانا موجود بره بتعامل ازاي وبدي الفريق مشاعر عامله ازاي وبدي الفريق روح عامله ازاي واهدافي ايه. والنوعيه دي من اللاعبين يا جماعه لا، لازم تكون انت شايف ان هي تقدر تضيف لك وتقدر تكون موجوده. مش شرط زي ما اسامه قال ان انا قناعتي ان انا العب ال 90 دقيقه ولو ما لعبتش هعمل مشكله، وده الامانه موجوده في رامي ربيعه وكانت موجوده في لاعبين كتير جدا. يمكن على قد ما ايمن اشرف الموسم ده ما شاركش، على قد برضه ما كانش فيه صخب حوالين عدم مشاركته، نموذج ايمن ما كانش فيه كلام في اعلام، ما كانش فيه مداخله، ما كانش فيه ما كانش فيه صحفي زميله يصدر مشكله لمدير فني ولا حاجة. سؤال لمدير فني مستفز طول الموسم. الحقيقه كان التعامل من ايمن اشرف حتى رد الفعل بعد كلام كولر ده بقى انا حسبته جدا لايمن اشرف، لان بان يا اسامه من الكلام ان ربما خلاص، يعني بان من طريقه كلام كولر ان بالزبط. ربما خلاص. فاحيانا انت بتفكر خلاص فطلع اللي جوايا، ولا خلاص انا عندي الاهلي بعد كده وعندي فكره ان انا النهارده موجود في الاهلي لاعب، بكره موجود بره الاهلي، بعده ممكن ارجع الاهلي، بعده حتى بعد كره القدم ممكن ارجع الاهلي في منصب تاني. كل دي امور للامانه تحسب لايمن اشرف. عاد للتدريبات ايمن اشرف بعد الاجازه وانضم للفريق، وشفنا ايمن اشرف في لقطات كتيره جدا وقت التسليم والميداليات والكؤوس بيحتفل كانه بالظبط كان متواجد في ارض الملعب. ايمن اشرف بالنسبه لي نموذج حقيقي للاعب بهويه وسمات النادي الاهلي، وبيتقدم له الشكر طول الوقت. والحقيقه جماهير النادي الاهلي عملت ملحمه الاسبوع الماضي في دعم ومحبه ايمن اشرف، اتضح فيها ان انت لما تكون فعلا بهويه النادي الاهلي صدقني والله هتلاقي ناس كتير جدا بتقدر دورك حتى لو انت مش موجود داخل الصوره في فتره من الفترات. مبروك طبعا لرامي ربيعه وان شاء الله مزيد من البطولات. رامي ربيعه واخد 7 دوري وعامل بطولات مهمه جدا، شارك في مع الجيل السابق من 2005 ل 2012، شارك في كاس العالم للانديه وشارك مع هذا الجيل وعلامه فارقه مع هذا الجيل، وقدر ان هو يحقق 5 دوري ابطال افريقيا. فعايزين يا رامي بقى ان شاء الله كده مع باقي اللاعبين خلال الموسمين اللي انت موقع فيهم تطلع وانت معدي رقم الكابتن وائل جمعه. ده طبعا كان اعتقد هدف في مباراه السوبر، ولا هدف ده في الماتش المقاصه؟ ماتش المقاصه ده ده لما جاء سوارش، وكانت نقطه برضو مهمه فارس في مشوار رامي ربيعه ان هو لاعب مع مجموعه من الشباب، وخد بالك اللاعب اللي بيمر بخبرات كبيره عايز حد كمان السن عايز حد كمان يساعده. ومش بس كده، والنفسيه كمان بعد ما كنت انا يعني من الجيل التاريخي من 2005 الجيل ده وبدات العب وبحصل وبروح كاس عالم الانديه، فلما يجي يريحوا اللعيبه الكبار وابدا العب مع شباب لا انا معاهم، انا 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 لاعب دوري لاعب كره قدم. وده مهم جدا، ويمكن فرق جدا رامي ربيع اللي كان قريب جدا من انه ينتقل على سبيل الاعاره في وقت من الاوقات، الان بيجدد موسمين مع النادي الاهلي. وطبعا جماهير النادي الاهلي عندها اهم لقطات رامي ربيع هي الثلاث تغييرات اللي حصلت في نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني في ناس قالت لك كده ايه، عشق في تغييره رامي ربيع في النهائي. مهم جدا تغييره رامي ربيع في النهائي، حصلت في مباراه القاضيه، حصلت في مباراه الوداد، وحصلت في مباراة أخرى نهائي آخر. وبالتالي يعني مبروك لرامي ربيعة، والنادي الأهلي بيحافظ، وده تحدي كبير عايزين نتكلم فيه، لأن الحقيقة القصة مش فكرة إن أنت تتعاقد مع صفقات جديدة أو مع لاعبين جدد، القصة بوضوح شديد إن أنت حفاظك على نجومك ده تحدي طبعا مع اللي بيحصل دلوقتي في الدوريات العربية والعروض المغريه جدا جدا للاعبين وفارق العمله وحاجات كتيره جدا جدا. الامانه تحدي كبير جدا جدا ضد مجلس اداره النادي الاهلي. كمان في نقطه مهمه ان بعض اللاعبين انا حققت كل حاجه مع النادي الاهلي، فلما يجي له عرض كبير جدا هيفكر مره واثنين وثلاثه. فالتحدي ده يعني انا واثق ان شاء الله ان مجلس اداره النادي الاهلي هيعبره بنجاح وقادر على التعويض. وادي طبعا يعني رامي ربيعه بالخمسه دوري ابطال مع نادي الزمالك ونادي مازيمبي، والنادي الاهلي طبعا عارفين ان هو ب 11 تاريخ يا فارس بانديه. اكيد طبعا، ولكن عندنا اللي لسه متشوق بقى لكتابه التاريخ وهو المدير الفني النادي الاهلي مارسيل كولر، اللي كان
مش بمناسبة الكلام على الصفقات مجرد صفقة تعاقدية، أنا بشوف إن مارسيل كولر جاء في مرحلة استثنائية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت عشان تدي مارسيل كولر حقه لازم ما تبصش كذاكرة انتقائية لفكرة إن هو استلم فريق بطل دوري أبطال أفريقيا من سنتين واخد 2 برونزية عالم. يا جماعة هكذا لا تقيم كرة القدم. كرة القدم استلمك فيها كولر في لحظة أنت خسران دوري، خسران كاس مع سواريش، خسران دوري أبطال أفريقيا، وعامل موسم من أسوأ مواسمك. الراجل جه حط فلسفة، حط قواعد. وأنا بقول للأمانة أنا مستغرب، هو يا جماعة البعض بيشوف إن كولر واخد حقه، لا أنا شايف كولر مش واخد حقه إعلاميًا إطلاقًا. كولر مش واخد حقه إعلاميًا إطلاقًا. إحنا عندنا يا جماعة مدرب بيجي ياخد دوري كان بيتقال عليه بروفيسور والناس تتعلم منه، أنا ماليش علاقة، أنت مش جاي شغال بسي في، أنت جاي شغال في النهاية بتحقق إيه؟ فأنا بشوف إن مارسيل كولر يستحق إن هو ياخد حقه، بس مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي ما بعد انتصار الحرس كان له كلام مهم جدًا إن إحنا نسمعه ونعقب. Die warten, bis du fertig bist. Ich will sowieso übersetzen, ja, ja. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Wir haben auch recht viel durchgemischt und ja, und haben sicher verdient das Spiel gewonnen. كان في صعوبة أو صعوبة المباراة كانت أكتر في التحضير للمباراة بعد الفوز بدوري الأبطال بنتيجة كبيرة وفوز كبير وفرحة كبيرة. بعد كده كمان راحت لعيبة المنتخب، احنا قعدوا أيام كتير، احنا اللعيبة ما جات لناش غير من يومين بس، إن اللعيبة بدأت ترجع كلها تاني أو يبقى عندي القائمة كاملة من يومين. فالتحضير للمباراة دي والأجواء طبعا اللي بعد الفوز فرحة كبيرة وسعادة كبيرة جدا وطبعا نتيجة كبيرة، لكن ازاي التركيز اقدر ارجعه تاني وان احنا نقدر ان احنا نركز في ماتشات الدوري، دي كانت صعوبة المباراة. ازاي ان انا بعد كل ده وبعد كل الغيابات دي والناس لسه راجعة من يومين ان انا ادخل الفرقة تاني في اجواء الدوري، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على ده. عملنا تعديلات كتير في التشكيل ورغم كده النهارده الحمد لله كسبنا مكسب كبير ومستحق. بس دالي مالول ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der den sie mir auch leicht zu führen ist, der natürlich ein hervorragender Spieler ist, der sehr wichtig ist auch für dieses Team, der auch eine Persönlichkeit ist und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn bei uns haben. بالنسبة لعلي معلول، علي معلول لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير جدا، لعيب سهل جدا ان انت تبقى مدرب ليه او تقوده لان هو بيسهل لك كل حاجة. هو لعيب عارف واجباته، لعيب محترف، علي شخصية كبيرة جدا، لعيب كبير جدا فنيا وكمان كشخصية، ولعيب مهم لينا جدا، لعيب مهم لفرقة النادي الاهلي، وعشان كده انا سعيد جدا ان انا عندي لعيب زي علي معلول في الفرقة. Und nachher geht es in der Meisterschaft weiter. Und was dann nachher ist, das interessiert uns oder mich jetzt aktuell. أنا بالنسبة لي الدوري لسه لم يحسم، وبالتالي كل الأمور لسه مفتوحة. هركز في الدوري وهبذل كل جهدي أنا ولاعيبتي إن إحنا نكسب الماتشات الدوري. عندنا ماتش يوم الأحد في الكاس ضد السويس هنركز فيه، بعد كده عندنا هنرجع تاني لماتشات الدوري. وبما اني لسه ما حسمتش حاجه فما بفكرش ابعد من خطوه الماتش الجاي، وبعد ما نخلص ماتشات الدوري ما نتكلم، لكن انا ما فيش افكار خالص بخصوص حاجه زي كده. كولر بيحب معلول واحنا بنحب معلول وبنحب كولر كمان، ولكن يا جماعه كولر اتكلم في حاجه، ازاي ادى الفريق دوافع وهو راجع حاسس ان هو بطل افريقيا وحاسس ان هو في وضعيه مختلفه. وللامانه كولر مش بس حل مشكلة ان احنا كنا نرجع من كاس العالم عندنا دروب في الدوري، نرجع من دوري ابطال افريقيا عندنا مشكلة في الدوري، انت المرة دي ده ما حصلش. فكولر مش بس المدرب اللي حل ده، ولا كولر المدرب اللي قدر يحقق نتائج استثنائية في اول موسم، اول مدرب في تاريخ النادي الاهلي يحقق دوري ابطال افريقيا وان شاء الله في طريقه الى الدوري ويحقق رابع عالم اندية، يحقق كاس ويحقق 2 سوبر. كولر مش بس المدرب اللي اشتغل على تفاصيل سواء اجهزه تدريبيه او امور نفسيه، كولر مش بس المدرب اللي قدر يفوز على بيراميدز 3 مرات ورا بعض، وفكره بقى عقده بيراميدز وكان برنامج يطلع يجيب لك مقارنات ويقول لك اصل انت بتكسبش بيراميدز، كولر مش بس اللي في مواجهتين قدام الزمالك قدر يحقق انتصارات وفي الثالثه الزمالك مشيها انسحب بلاش هروب،
كل ده عمله كولر، امور كتير جدا تفاصيل تخص الاعداد البدني والاعداد النفسي ودخول معد نفسي، المداوره اللي حصلت بين اللاعبين. للامانه انا بشوف ان كولر مشروع مميز جدا جدا جدا، ومن حظ النادي الاهلي ومن حظ كولر، عشان اكون صريح، لان المره اللي فاتت اتكلمت في ده، ان كولر بامكانياته ورغبته في تحقيق النجاح يتواجد مع منظومه هي قادره تمنح، انت مجتهد اتحط جوه النادي الاهلي هتحقق افضل نتائج استثنائيه طالما عندك الاساسيات. فللامانه تجربه كولر والنادي الاهلي هما اتنين طلاقوا ربما بعد سنوات كان فيها تاخير شويه، لان انا شايف التجربه دي كان النادي الاهلي محتاجها من بدري. يعني انت خرجت من جزئيه حياتي نجاحات كبيره جدا ما نقدرش ننكرها، ولكن عارف التجربه اللي تحس ان هي ملهمة. على مستوى التفاصيل بالظبط تقدر تبص تقول دي تجربه اللي هي الحاجات اللي بتتحط هيدوكوتي فايتسا جزئيه. انا بشوف ان كولر بعد التجربه دي ده بالتاكيد، وعشان كده باكد ان فعلا كولر لابد ان ياخذ حقه في الاعلام الرياضي بشكل واضح، بل انا كمان شايف ان هو ممكن ينطلق لمساحات اكبر من الاعلام الرياضي، لان الحقيقه كولر شخصيه لابد انها تصل لكل الاسر المصريه، لان باللي بيعمله ده بالتعامل مع المصريين بشكل بعشق ولعمله بالشكل ده، لا لازم يكون في تسليط ضوء بشكل واضح عليه، وده الحقيقه نجاح يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي اللي وجد ضالته فعلا في مدير فني، زي ما يتحط في السي في بتاعه ان هو درب النادي الاهلي وحقق بطولات لم يحققها من حيث العدد من قبل، وحقق قبل كده بطولات ولكن لم يحقق نفس العدد ده من قبل كمدير فني، لا يتحط ايضا في سي في مجلس الاداره ان هو تعاقد مع مدير فني ملهم. وعشان تعرفوا هو ليه ملهم وليه كولر لايق قوي على النادي الاهلي، تعالوا اسمعوا راي كولر في المؤتمر الصحفي ونرجع نعقد. انا اولا بشكر حضرتك، لكن احنا انا لسه ما عدتش سنه، انا لسه بقالي بعض شهور لسه. Natürlich auch bei Al-Ahli ein großer Club, der natürlich auch gut aufgestellt ist. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier sind und zusammen erfolgreich sind. فبالتاكيد هو ما كملتش سنه، لسه انا فتره قصيره موجود، لكن في الفتره دي جالي خدت معلومات كتير، انطباعات كتير عن كره افريقيه، وطبعا ان انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي منظم، نادي عنده اسس، وانا سعيد جدا بان انا متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي، وان انا قادر ان انا اعيش في الاجواء دي. بالنسبه للنص الجزء الاول من السؤال، ان انا طبعا انا خلاص عرفت جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايز على طول بطولات، الليله ما بتخلص بعد ما بنكسب البطوله يعني ما بتعديش الليله وننام عليها، بيكون بيطالبني بالبطوله اللي بعدها على طول. لازم اتقبل ده وانا متقبله، لان جزء كمان من شخصيتي، انا كمان بحب البطولات، جعان بطولات، نفسي ان انا اخد كل البطولات، ونفسي ان انا احقق لهم طموحهم ان احنا ناخد كل حاجه. انا كمدرب وقبل كده كنت كلاعب حصلت على بطولات، عارف الاحساس ده ونفسي ان انا احس بيه على طول. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Titel, wir wollen Club-WM, wir wollen Super League und wir wollen alles gewinnen, als dann zu arbeiten. Das Arbeiten oder das zu erreichen ist natürlich viel die größere Arbeit, als einfach zu sagen, hallo, da müsst ihr, da müsst ihr und da müsst ihr. كمان في نقطة تانية، سهل جدا إن أنت تقول احلامك وطموحاتك، انا عايز ده وعايز ده، انا عايز اخد كاس العالم للانديه، انا عايز اخد الدوري السوبر ليج الجديد، انا عايز اخد البطولات دي كلها، سهل ان انت تقول، الاصعب اللي هو الشغل، ان انت تشتغل عشان تحقق كل الطموحات دي، ده اللي احنا فيه وده التعب الكبير، ان انت عشان الكلام سهل والاحلام سهله، لكن التنفيذ وان انت تحقق ده هو ده الصعوبه. هو ده سر ان كولر لايق على النادي الاهلي. ممكن تكون مدير فني كبير جدا، ممكن تكون عندك افكار، عندك سمات شخصيه معينه، ولكن بتيجي تقف عند النادي الاهلي وطموحات جماهير النادي الاهلي، اللي هي بالمناسبه زي ما بنقول دايما هي طموحات ربما لا تكون عادله، ربما تكون ضاغطه دايما، حطاك تحت الضغط طول الوقت، ولكن النجاح مرتبط بقى بشخصيه كولر. كولر اللي قال ايه؟ انا عارف كويس قوي جماهير النادي الاهلي، عارف كويس قوي ان الليله اللي احنا بناخد فيها البطوله مش بتعدي الا وانا عارف وبيطالبوني ببطوله ثانيه، وانا متشابه معاهم. هو ده المهم، أنا شبههم، أنا راجل جعان بطولات، أنا راجل عارف يعني إيه لحظات التتويج بالبطولات، وأنا لاعب ومدير فني وعايزها طول الوقت تكون موجودة. بس لازم ناخد بالنا من نقطة، إن الكلام سهل
كلنا عاوزين ناخد بطوله كاس عالم انديه، كلنا عايزين ناخد دوري ابطال افريقيا، لكن ده بيتحقق بمجهود كبير جدا. وده كلام مهم جدا لمارسيل كولر، والاهم عشان البعض بدا يتحدث عن مارسيل كولر ونجاحاته وقصه النادي الاهلي. الراجل قال لك انا سعيد جدا بالتواجد في النادي الاهلي، نادي منظم، نادي عنده اسس. هو ده المدير الفني اللي قادر ان انت تخليه مشروعك فعلا لسنوات. وعايز اشيد للامانه يعني بالمترجم الدكتور خالد الجوادي، لان الحقيقه هو مترجم بروح الفنانه الحمراء، مشجع اهلاوي، وما كانش هيوصل لكولر كل الاحاسيس دي عن جماهير النادي الاهلي من مجرد رؤيه الجماهير في المدرج فقط لا غير، لا من كمان لازم يكون في حد مترجم امين جدا في نقل كل شيء ممكن يفيد النادي الاهلي من خلال تكوين صوره ذهنيه عن طبيعه النادي الاهلي، اداره ونادي وجماهير واعلام. الدور ده بيقوم بيه الدكتور خالد الجوادي بشكل واضح جدا، لدرجه ان مارسيل كولر دائم الاشاره بيه، وتحدث بوضوح ان هو في الاسبوع ما بين مباراه الذهاب والعوده امام الوداد البيضاوي المغربي قال ان انا كان عندي اصلا المترجم هو نفسه متوتر هو كمان وكانه لاعب عندي في الفريق، فبدات ان انا اخرجه من الحاله دي وامنعه حاله الثقه في المباراه. مدير فني زي ده من وجهه نظري مش بس بطولات، لا سمات شخصيه، وانا دايما بحط السمات الشخصيه في الاعتبار مع اي شخصيه موجوده في مكان اداري. اعتقد مارسيل كولر لسه قدامه كتير يمنحه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هيمنحه الكثير والكثير، واحنا ايضا لسه معاكم مكملين، ولكن هنطلع فاصل، وبعد الفاصل باقي فقرات الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم والاهلي خط احمر، وما زالت فقراتنا مستمره، وطبعا بعد فوز النادي الاهلي على الحرس، النادي الاهلي في صداره جدول الترتيب. كالعاده النادي الاهلي بيعود لبطولته اللي السنة دي فعلا النادي الأهلي ما كانش عنده رفاهية التضحية بالدوري اللي فقدناه لموسمين، وكان من الصعب جدا ان جمهور الأهلي يتقبل ان انت تفقد الدوري لموسم ثالث. ولكن اعتقد النادي الأهلي بلا هزيمة في الدوري، مش بلا هزيمة في الدوري بس، هو الأهلي مع كولر بلا اي هزيمة مع اي فريق مصري في اي مسابقة محلية في اي حاجة لها علاقة باي حد هنا. نهدى. لا ان شاء الله. انا شايف ان احنا واخدين كمان خطوات، ولكن الفكرة في مباريات الأهلي المتبقية. طب قبل طبعا ما أسامة يتكلمكم في مباريات الأهلي اللي جاية، عايز بس نقف عند جدول الترتيب. النادي الأهلي في صدارة الدوري، طبعا النادي الاهلي هنا مش معانا، ولكن هو افضل هجوم وافضل خط دفاع. بيراميدز في المركز الثاني، فيوتشر في المركز الثالث، والزمالك في المركز الرابع. اعتقد دايما بيكون عند الزملكاويه ويمكن مشجعي النادي الاسماعيلي ايضا مشكله مع النادي الاهلي، ولكن انا شايف يا جماعه لما نرجع كده نراجع من حتى دوري 2005 ثم دوري 2006 والدوريات دي مع ظهور فرق زي انبي في الوقت ده ولو تفتكروا، ثم برضو بعض المواسم اللي المقصة خد فيها المركز الثاني، هتلاقي نادرا ما كان الفريق اللي خد المركز الثاني بعيدا عن النادي الاهلي، انا قصدي لو النادي الاهلي موجود في الصدارة، هتلاقي نادرا ما كان فريق جماهيري لو الزمالك مش هو الثاني، هتلاقي المقصة، هتلاقي انبي، هتلاقي بعض الفرق اللي قدرت تحقق ده. وعشان كده أنا بصراحة بستغرب جدا إن جمهور الزمالك شايف مازال إن النادي الأهلي هو الخطر الحقيقي عليه. أعتقد النادي الأهلي في منافسة بعيدة جدا، اللي في منافسة عملية مع نادي الزمالك هو نادي بيراميدز منذ ظهوره، هو اللي بينافس الزمالك على مراكز هي مفضلة للزمالك، زي وصفت النادي الأهلي هو مركز مفضل للزمالك، مين اللي بينافسه عليه؟ بيراميدز. واعتقد السنه دي بيراميدز ماشي في الاتجاه ده، بل ربما دخل في موضوع حتى الصفقات والتعاقدات، وبدا اعتقد التجربه الاستثماريه مش الاهلي اللي بيدفع ثمنها، لان النادي الاهلي عنده قدره على حمايه مكانه في الترتيب يا اسامه، سواء متصدر جدول الدوري او في افريقيا انت بتلعب النهائي الرابع على التوالي، او كنادي اهلي بتاريخك اللي يقدر يخليك لما بيحصل اي تجربه معطياتها مختلفه عن المستوى المادي او المستوى الفني النادي الاهلي يقدر يصمد. ولكن اعتقد وانا بقول لكم هنا في قناه النادي الاهلي، فيوتشر بيراميدز التجارب الجديده من نوعها على مدار سنوات هتشوفوا قد ايه المتضرر الاول منها مش النادي الاهلي بل انديه هي تصف هذه التجارب بان هي بالنسبه لها ما فيهاش اي تنافسيه، ومشكلتها مع النادي الاهلي اللي بعيد جدا 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 عن طموحه. بص يا فارس، يعني خليني ارجع لك كمان للتاريخ، يعني القصه مش مرتبطه بالتاريخ الحديث، لا النادي الاهلي اصلا
تبدل على وصفته عدد كبير جدا من الأندية. يمكن كان في صراع بدأ مع النادي الأهلي والسكة الحديد لما انتقل حسين حجازي للسكة الحديد، وكان مختار التيتش طبعا اللي أنا من وجهة نظري مش واخد حقه برغم كل التقديرات اللي بتتعمل من جانب النادي الأهلي، ولكن بتكلم على حقه في كرة القدم المصرية وتفضيل حسين حجازي عليه. أنا بشوف إن مختار التيتش في كل المواجهات أمام حسين حجازي كانت الغلبة لرفاق مختار التيتش، فكان النادي الأهلي مع السكة الحديد. خلاص خلص الموضوع، انتقل يعني حسين حجازي لأندية أخرى. لا تعالى بعد كده تلاقي الأهلي والترسانة وصراع الأهلي والترسانة في صدارة جدول الدوري. يمكن أول وصيف للنادي الأهلي أو أول مباراة فاصلة للنادي الأهلي على دوري في احتكاك حقيقي كان هو نادي الترسانة في 1950، رحلنا بعد الترسانه ورحنا دخلنا لسكه نادي الزمالك. لا وفي المحله برضه دوري فاصل، لا فتره الستينيات. انت بتتكلم في الستينات لسه. لسه كان النادي الزمالك هو اللي بدا ياخد الوصافه دي، والحقيقه الفتره دي غاب فيها النادي الاهلي اصلا عن المركز الاول، فتبدلت المراكز ككراسي موسيقيه، فبدانا نشوف الاسماعيلي بطل، نشوف المحله بطل، نشوف الترسانه بطل، نشوف الاولمبي بطل، نشوف الزمالك بطل. فده بالنسبه لي الفتره دي تحديدا كاشفه انت ازمتك كنادي زمالك. لو شايف ان انت بعيد عن البطولات فهي مش في وجود النادي الاهلي، لان لما النادي الاهلي غاب حتى عن البطولات على مدار 6 مواسم تقريبا ما كنتش انت اللي ليك الرياده والسياده في البطولات، وبالتالي ازمتك طول الوقت هي مش مع النادي الاهلي. لما يجي الجيل الحالي او الفتره الحاليه ودخول عالم الاستثمار كره القدم والانديه الخاصه والتمويل اللي بيتفتح وبتدخل صفقات كبيره، لا الصراع مش على النادي الاهلي، النادي الاهلي باقي على مدار اكثر من 100 عام وسيظل باقي ان شاء الله يعني الى ابد الدهر، وهو رقم واحد دون اي مشكله تطرح النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده ارث وعنده جماهير وعنده شعبيه وعنده ثقافه ان هو قادر على كل المعطيات اللي موجوده في اي زمن في اي توقيت ان هو يكون واصل لاعلى مراحل النجاح ويحافظ دايما على وجوده كرقم واحد. فالموضوع يا فارس مش قصه استثناء. كنت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان المشكله ان الناس مش فاهمه تاثير ان لاعب يمشي من عندك. بمعنى بيراميدز خد من عندك لاعبين، عبد الله سعيد ما خدوش بشكل مباشر او انت كنت خلاص، كان في فتحي في رمضان صبحي. مدى تاثير ده على النادي الاهلي مختلف تماما عن فرقه يتاخد منها نجمها. انا عايز اقول لك حاجه، زيزو لو مشي من الزمالك مثلا راح لبيراميدز على سبيل المثال، احنا هنا ما بنتكلمش في انتقالات، احنا بنتكلم في ماذا لو، هل هيكون زي تاثير رحيل اي لاعب من النادي الاهلي لنادي بيراميدز؟ مستحيل. وده مرتبط بايه؟ اللي انت كنت بتقوله، ان انت عندك من تاريخك وشخصيتك والامور اللي تعوض اللي تخليك تقدر مهما ارتفع المستوى التنافسي تقدر انت كمان تعلى بكفاءتك وتفضل انت المسيطر وتفضل انت رقم واحد. بعض الفرق، مش بعض الفرق، هو باستثناء النادي الاهلي ما حدش عنده القدرات دي في مصر. فبالتالي التجربه العمليه بتاعه فرق زي بيراميدز وفيوتشر ثم زد اللي طالع، انا بقول لكم افتكروا تاريخيا سيدفع ضريبتها نادي الزمالك مش النادي الاهلي. نروح بقى للنادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي. يعني عندنا متحدد جدول مباريات صعب جدا، وكولر واضح ان هو بياخد كل مباراه بمباراه، كل بطوله ببطوله. عندنا بكره مباراه مع منتخب السويس في كاس مصر، وطبعا يعني مش جديد عليكم ان انا اقول لكم مباراه الكاس هي مباراه مفاجات. منتخب السويس ده يمكن تاريخه مش كبير في بطولات كاس مصر، يمكن افضل مركز وصل ليه كان سنه 90 او 89 لما حقق المركز الثاني. الحقيقه كان في الدور قبل النهائي اطاح بنادي الزمالك، دي طبعا 25 يونيو دي مباراه النادي الاهلي منتخب السويس الساعه 8:30، 29 يونيو البنك الاهلي في الدوري، في يوتشر 2 يوليو، 5 يوليو الاسماعيلي، 8 يوليو الاتحاد، وان شاء الله يوم 8 يوليو يكون النادي الاهلي بيحتفل رسميا بمسابقه انهاء مسابقه الدوري العام بشكل رسمي ان شاء الله، لان نفوز الاربع مباريات القادمين دون النظر لباقي نتائج الفرق نحقق بطوله الدوري. خليني ارجع لكم لمنتخب السويس، ودايما مباراه الكؤوس لابد اننا نعمل حساب بشكل واضح، وده واصل لكولر جدا لدرجه ان هو مفيش راحه من بعد المباراه الماضيه لان الاهلي امام حرس الحدود على طول. تاني يوم كان في تدريبات ومستمر في التدريبات. اكيد فريق منتخب السويس مش في افضل حالاته حتى عن الموسم الماضي لما واجه فيوتشر، رحيل الكابتن احمد ساري المدير الفني، يعني اذا اتعمل دوري المحترفين الجديد هيكون هو من الفرق الهابطه، وحصل على المركز التاسع، فاز في 11 مباراه، اتهزم في 11 مباراه. حتى التعبيرات والتصريحات اللي طالعه بشكل رسمي من اداره منتخب السويس بتحدث عن ان يعني وضعنا نفسيا مش افضل حاجه، وبنواجه اهلي كولر
في افضل حالاته، ولكن ده لن ينخدع فيه اكيد الجهاز الفني ولا اللاعبين، وان شاء الله خطوه مهمه جدا انك تصل لكاس مصر يا فارس. اعتقد مباراه لازم مهما كان مستوى طبعا المنافس لازم يكون عندك حذر شديد جدا طبعا، ولازم شفنا بجدية. يعني مفاجات كثيره جدا حصلت مع الاهلي وغير الاهلي. لا هو بص انا عايز اقول لك بمناسبه المفاجات، في مباريات بتطمع رغم ان النادي الاهلي غير، ولكن تجربه زي بني عبيد مع الزمالك او بروكسي اللي كاد يطيح بنادي الزمالك لا بتطمع، بتدي يمكن بعض الفرق دي تجرأت على فرق الدوري الممتاز بسبب مثلا مباريات زي مباريات نادي الزمالك، انت حصل معاك مفاجآت برضو، ولكن ده يديك فكره ان انت لا لازم تظهر بصورتك، لازم تظهر بجديه، لازم تعبر عن شخصيتك عشان نتجنب تجارب الاخرين. والامثله ايضا في الكاس في العالم كله للامانه موجوده محليا. لا مع النادي الاهلي يا فارس احنا في جيل عظماء، جيل تريكه وبركات ونادي، خرجنا من بطوله اسيوط فلازم نكون يعني مدين. مختلف عن بروكسي وبني عبيد برضه، بطرول اسيوط كان ليه وقتها برضه في الدوري، وكان فريق انت فاهم وقتها قطاع البترول كان فيه اهتمام بكره القدم، كان هبط رسميا. خلينا كان هبط رسميا مشوار الاهلي طبعا اذا عبر الاهلي منتخب السويس، منتخب السويس في طريقه الداخليه، ثم بقى المباراه اللي هي بتاعه المصري وحرس الحدود. اعتقد النادي الاهلي طبعا حرس الحدود له كل الاحترام، ولكن ربما ينتظر النادي الاهلي مواجهه هتكون قويه مع النادي المصري ان شاء الله. ثم النجوم وسموحه موجودين، ولسه الفائز من امبي ولافيينا، والفائز من فيوتشر وطلائع الاسطول. لا 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 خلاص يعني الـ انت النجوم وسموحه هيلاعب امبي، باقي باقي النادي الاهلي ممكن بقى مين يطلع يواجهك حتى انت معاك المصاري. ايوه في مباراه انتهت، في مباراه انتهت، امبي خلاص هو دلوقتي وصل لمرحله هيقابل النجوم في مفاجاه كبيره جدا لفريق النجوم الحقيقه، اطاح بالاسماعيلي بيطيح حاليا بسموحه، فبيتواجد في يعني دور مهم جدا، عنده مواجهه امام امبي بعد ما امبي عبر في يوتشر. والنادي الاهلي طريقه الطريق ده لو عبر ان شاء الله، وان شاء الله يعبر منتخب السويس يقابل الداخليه، ثم الفائز من المصري وحرس الحدود، ثم يقابل بقى اللي هيطلع من امبي والنجوم. يعني مش عايزين نقول امبي بقى، لان الحقيقه النجوم بتعمل شغل هايل جدا، فازوا على الاسماعيلي واطاحوا النهارده كمان بسموحه، وده تقريبا كده خلاص هو الحصان الاسود لمسابقه كاس مصر، واحنا بنمنح كل الفرق حقها يعني بغض النظر عن اي مسميات او اي يعني تصريحات لمديرين فنيين، لكن النجوم الحقيقه عمل بطوله جيده جدا. نروح طبعا لترتيب او وضع منتخب السويس في جدول الدرجه الثانيه، المركز التاسع زي ما قلنا، يعني خلاص يعني وصل لكم المعلومات زي ما حضراتكم شايفين، 30 مباراة، فوز 11، تعادل 8، خسر 11، سجل 38، استقبل 33، 41 نقطة. عندنا موضوعات تانية كتير؟ طبعا عندنا موضوعات تانية كتير، أهمها بالنسبة لنا بما أننا بنتكلم عن كأس مصر، ما يحدث في كأس مصر من أخطاء تحكيمية كان لابد من وقفة عندها، لأن الحقيقة خطأ تحكيمي في الدوري ممكن يعدي، لكن يا فارس خطأ تحكيمي في الكاس اعتقد مش ممكن يعدي، لان خطا تحكيمي في الكاس ما فيهوش تعويض فيه. انا عايز اقول لك ان في فريق واحد هو طرف في الاخطاء التحكيميه في الكاس في الدوري وفي اي مسابقه، يعني اعتقد الوضع مضحك جدا. عشان كده لما بسمع بعض الناس بتتكلم عن قصه في الفساد الرياضي، على فكره انا مقتنع ان في مساوئ كتير جدا وقد يتم وصفها فعلا بالفساد، لان الفساد مش معناه امور ماليه بس، الخلل الاداري شكل من اشكال الفساد على فكره. ولكن بالنسبه لي مش معقول انت في كل حاجه فيها مشكله تحكيميه دايما بطل، يعني دايما انت كده في الصوره في اي خطا تحكيمي. فانا بشوف ان يا جماعه نادي الزمالك استفاد من كم اخطاء تحكيميه على مدار الثلاث سنوات الاخيره، ربما يعني يدخل بيه موسوعه جينيس يعني الارقام القياسيه. فمباراة الكاس أيضا بتيجي تشوف حاجة اتكررت المرة دي برضو في الدوري، يعني نفس القصة اتقالت في الدوري، يبقى في خطأ. أعتقد كانت مباراة سموحة اللي هي كان فيها ركلة جزاء مفترض لسموحة لم تحسب، ثم اتحسب ركلة جزاء لنادي الزمالك، والناس طلعت قالت لك أصل الزمالك فاز بنتيجة كبيرة. الفكرة يا جماعة في الموضوع ده كان زمان بيتقال فكرة ان النتيجة الكبيرة دي مش شرط ان انت معناها ان انت ما استفدتش تحكيميا في المباراة. ليه؟ لان المباراة 90 دقيقة، ولان خطأ في البداية قصاد فريق هيفرق في طريقة اللعب. انا احترت، لان الحالة بتاعت فاركو هو ده بالظبط. فريق زي فاركو بيحسب عليه ركلة جزاء لصالح زيزو، بتغير سير المباراة تماما
وبعدها الزمالك بيقدر يستغل المباراة. أعتقد فيديو معانا يوضح. دايما إحنا بنقول أراء خبراء التحكيم هي الفاصلة ما بيننا وما بين أي حالة تحكيمية، والخبير التحكيمي جهاد جريشة كان عنده رأي في الحالة التحكيمية الخاصة بركلة جزاء زيزو أو ما يسمى بخضة زيزو. البداية مع ركلة جزاء نادي الزمالك، وقول لنا رأيك فيها ايه. حصل تدخل من لاعب فاركو داخل المنطقة، وبعد ما رجعوا لتقنية الفيديو تم تأكيد ركلة اللعبة كذا زاوية، مفيش تلامس، كذا زاوية واحدة لقينا فيه تلامس موجودة من رجل لاعب فاركو للعب لزيزو. التلامس ده لا يرقى لاحتساب ركلة جزاء. تلامس لا يرقى لاحتساب ركلة جزاء، ولا بالرجل من تحت يقولوا عليها نوت انف، مش كفاية. في نوع من انواع السيموليشن موجود عندنا في القانون بيقول لك اللاعب المهاجم استغل لتلامس خفيف وادعى العرقله لاحتساب ركله جزاء. يعني اللي حصل بالرجل ده، الرجل ده تلامس؟ التلامس خفيف خالص اللي حصل، لا يرقى. هو في الاخر زيزو اللي نط، ما فيش يعني التلامس اللي حصل ده مش هو اللي عرقله، هو زيزو اللي نط وعمل السيموليشن اللي حصل، وبالتالي كان واجب على حكم الفار يساعد الحكم يوري اللقطه، وكان يرجع بركله حره غير مباشره وانذار لزيزو لانه استغل لتلامس ضعيف جدا خفيف جدا للحصول على ركله جزاء، وركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها من زمان. طيب الدقيقه 40 كان في مطالبات من لعيبه فاركو بركله جزاء بعد التحام ما بين مدافع الزمالك وعمرو جمال مهاجم فاركو، لكن الحكم امر باستئناف اللعب بعديها مباشره. خليني اسالك برضه على الرأي. نفس المعيار اللي بنتكلم فيها ابراهيم، الالتحام اللي حصل لا يرقى لاحتساب ركله جزاء، قرار الحكم صحيح، مراجعه حكم الفار صحيحه، كان لازم حكم الفار اللقطه اللي فاتت كان يجيبه، اللقطه دي لما راجع ما فيش ركله جزاء، التلاحم اللي حصل او الاحتكاك اللي حصل لا يرقى لاحتساب ركله جزاء وقرار صحيح. الراجل مش حاطط جسمه حايش عمرو في ان هو يروح ناحيه اتجاه الكوره. الاحتكاك موجود بس لا يرقى لاحتساب ركله جزاء، نوت انف مش كفايه. نوت انف. وهي نفس المعيار يا ابراهيم، نفس المعيار واحد. نفس المعيار واحد. طب ما نفس المعيار هنا بقى وفقا لوجهه نظرك ما تنفذش. لا انا اتفقت ليه؟ ما هو المعيار اللي ما هو حسب الاولانيه ضربه جزاء والثانيه ما حسبهاش يا فندم. لا ما هو اللي احتسبه ده غلط. يعني يا جماعه التحكيم المصري في كده صبغه كوميديه، يعني في حته كده دايما بتلاقي فيها افيه مش موجوده في تحليل التحكيم كله في العالم. بتقعد تتفرج على التحكيم في العالم، يا ركله محتسبه يا غير محتسبه، يا في اختلاف عادي، انما فكره التضارب والتناقض ده احنا بنحب ندي افيه كده ليه؟ كابتن جهاد جريشة في كرة زيزو قال تلاحم ولكن نوت انف، مش كافي لاحتسابها. جاء في اللعبة بتاعت عمرو جمال ركلة جزاء لو انت الحكم عندك نفس معيار لعبة زيزو، ولكن الحكم ما بيحسبش ركلة جزاء، ولكن اللي عنده المعيار ثابت هو جهاد جريشة، قال لك نوت انف. بس للأسف كابتن جهاد جريشة نسى ان النوت انف درجات. عارف كده النوت انف درجات، درجة الزمالك مختلفة. وبعدين عندي حاجة غريبة، يعني هو بيقول إن هي مش كافية ومش عارف إيه، يا كابتن جهاد جريشة وأنت مش معانا بقالك سنتين في التحكيم؟ مش معانا الفترة الأخيرة خالص، ده الناس كانت بتستنى وبتحلم بلعبة لصالح الزمالك عشان يبقى فيها صفار، فالتحام أنت شايف إن هو مش كافي؟ لا، بالنسبة لحكام الفار والحكام الساحة في مصر مع نادي الزمالك أعتقد كافي جدا وإناف إناف إناف. الحقيقه يعني كابتن طارق مجدي، يعني انا فاكر عملنا يعني في كل نهايه موسم كده بنعمل اخطاء التحكيم باراء خبراء التحكيم، فكان الموسم الماضي الكابتن طارق مجدي لما قلنا له منور معانا منور معانا فكان منور معانا كتير. الحقيقه الكابتن طارق مجدي مصر ان هو ينور في كل موسم في كل مباراه لنادي الزمالك سواء كان حكم ساحه او حكم تقنيه الفيديو. خلينا اقول لكم ان حكم الساحه والكابتن طارق مجدي ومحمد علاء هاشم هو محمد علاء هاشم هو حكم تقنيه الفيديو. انا ما عجبنيش الحقيقه اعتراض لعيبه فاركو، ولكن كنت متعاطف جدا معه، لان يا كابتن دي مش ضربه جزاء، يا كابتن مش كده. وبدا كلام يتقال بين اللاعبين في احد المواقع نقله، يا كابتن يعني احنا لازم نلم اللعيبه ونخرج بره الملعب، ودي نقطه صعبه جدا مش اول مره تتكرر في مسابقه كاس مصر، وشفنا موقف في يوتشر وامبي. فرجاء من التحكيم المصري والناس اللي بتقول التحكيم المصري بخير، لا تقف واقفه، لان انا هنا بقالي 4 سنين بقول لكم التحكيم المصري مش بخير. احنا مش هنقعد نضحك على بعض ونجمل القصة، والقصة فيها مشكلات كتيرة جدا اظهرتها تقنية الفيديو. مش بخير بقى لاسباب معينة نفسية، مش بخير لاسباب متعلقة بمستوى التحكيم، مش بخير لاسباب تقنية للتصوير، مش بخير لان الحكم بيخضع للضغط.
مش بخير لمستوى الحكم سيء، مش بخير لان الحكم مش مطلع، ولكن في النهايه ايا كانت الاسباب الصوره الواضحه التحكيم المصري مش بخير. ومع ذلك لما نقول التحكيم المصري مش بخير فاحنا اكيد بنطالب اتحاد كره القدم ان هو يصلح منظومه التحكيم. ما هو منظومه التحكيم دي مسؤول عنها مسؤوليه مباشره اتحاد كره القدم. فتتفاجئ ان احد اعضاء اتحاد كره القدم المصري شايف لا ان التحكيم بخير وان اللمسه نوت انف، لدرجه ان انا ممكن ادخل في جدال مع خبير تحكيمي. تعالوا نشوف الكابتن احمد الشناوي في جداله مع الكابتن حازم امام والكابتن جمال حمزه على لقطه ركله الجزاء المحتسبه لنادي الزمالك باخطاء واضحه جدا لحكم الساحه وغياب تام لحكم تقنيه الفيديو. ركله الجزاء طبعا يعني احتسبت وخلاص، لكن في لقطه مبينه ان ده احتكاك ما فيهوش لا ركل ولا اي حاجه. لاعب الزمالك استلم الكوره لما نزلت رجله على الهواء هتشوفها من اللقطه على قدم اللاعب هي اللي ادت لسقوطه. بص اللعيب اهو ما جاش جنبه خالص اهو، بيبص اهو داس على رجله، لاعب الزمالك داس على رجل لاعب فاركو فسقط اهي، زي ما انتم شايفين اهو. لاعب فاركو ما عملش اي حاجه، كل ما هنالك ان استلم الكوره ونزل على قدم لاعب فاركو سقط. في زاوية تانية، في كادر تاني. لا هي دي بص، دي الزاوية الموضحة. لا يا كابتن، في كادر تاني. دي الزاوية بص يا كابتن، والله كان في كادر تاني. معلش دعوة بقى الكادر، خلينا الكادر اللي موضح. في كادر رجلي مين قدام؟ في كادر تاني مبين ان في خطة والله. كابتن جمال معلش، عشان بس انا بعد اذنك يا كابتن حازم، بس اتفضل. دي اللي موضحة مين الرجل اللي قدام، مين الرجل اللي في الخلف. مين اللي رجل لاعب نادي الزمالك امام بيستلم الكوره، اللاعب التاني رجليه ورا منه، ده نزل حط رجله عليه سقط، ما فيهاش اكتر ما هي واضحه اهي. ما في كادر تاني يا كابتن، لا الكادر التاني بيعتبر جاي من زاويه مش موضحه الوضع. هات وخلاص يا كابتن، مش موضحه. لا مش موضحه. لا موضحه. موضح. موضح. انت هجاوبك يعني، انت كابتن عايز تجيب الكادر ده بس. هو ده بس اللي يعني معلش انا ده رايي. لا دي باينه يعني ان حضرتك معلش انا شايف ان هي مش ركله الجزاء. خلينا يعني الماتش خلص 3-1 مش قضيه يعني، انما ركله الجزاء انا شايف ان هي مش ركله الجزاء، ده احتكاك عادي جدا. الماتش خلص 3-1 مش قضيه. انا هتكلم بالتاكيد عن كابتن حازم امام وكابتن جمال حمزه، لكن انا هقف عند دخله الكابتن احمد الشناوي لقرار تحكيمي هو مقتنع قناعات داخليه خرجها في الاستوديو التحليلي انها مش ركله جزاء. داخل يقول ايه ركله جزاء؟ احتسبت ركله جزاء يا كابتن، يا كابتن قول دي مش ركله جزاء، ده خطا واضح من حكم الساحه. لما تيجي تختم بان اصل النتيجه 3-1، لا القصه مش دورك يا كابتن خالص النتيجه، ولا تتكلم عن النتيجه. يعني ايه 3-1؟ يعني لو نبدا بقى شغل الاطفال الصغيرين يا جماعه شيل جول هتبقى 2-1. لا ده في جول يفتح ماتش، في جول يهمد فرقه، في جول يغير طريقه لعب المنافس، لان انت بتلعب مسابقه كاس مصر. انا ممكن ان انا العب على التحولات، لما استقبل هدف من ركله جزاء غير صحيحه اضطر ان انا العب على اني اضغط المنافس فاسيب ورايا مساحات فاتعرض لجول واتنين واتنين وتلاته. فما ينفعش ده اللي اتقال يا كابتن احمد الشناوي. وانا مقدر، انا مقدر الحقيقه طريقه تعبيرك عن خطا تحكيمي في مباراه نادي الزمالك، لان في ضغوط عليك كبيره جدا يعني بشكل واضح يعني. لكن الكابتن حازم امام مع الكابتن جمال حمزه، والبدايه كانت من كابتن جمال حمزه، بدا يقول له يعني ايه الزاويه دي، ما تجيب زاويه ثانيه. هو بالمناسبه حكم تقنيه الفيديو لو استدعى حكم الساحه ووراه الزاويه دي وعنده زاويه واضحه ان ما فيش تلامس او ما فيش ركله جزاء، حكم الساحه ممكن يقول له وريني زاويه ثانيه او ثالثه، بس هياخده في الاخر ان في زاويه هتوضح كل الحاله ويحسب قراره او يرجع للملعب بقرار من زاويه واضحه. الكابتن احمد الشناوي جاب الزاويه الواضحه. انا كنت اتمنى الكابتن احمد الشناوي يجيب من كل الزوايا، لان الحقيقه انا مستغرب جدا ان فعلا في ناس شايفين سقوط احمد سيد زيزو بالشكل ده وبيقولوا ان في ركله جزاء يا جماعه. طيب ده جمال حمزه لانه بيعمل داخل نادي الزمالك. يا كابتن حازم حضرتك عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري، يا ريت حضرتك بتحلل فني ومحلل فني وليك قيمتك وتاريخك كلاعب اكتفي وامتنع تماما عن قصه الجدال كل مباراه لنادي الزمالك مع الحكم، خاصه لو الحكم قال ان مفيش ركله جزاء لنادي الزمالك. طب انت بتعمل كده مع الانديه المنافسه لنادي الزمالك على الاطلاق. انت بتطالب لقطات يا كابتن احمد، هات لي اللقطه دي بتاعت عمرو جمال اللي فيه احتكاك مع مدافع نادي الزمالك في منطقه الجزاء، مش بتطالب ولا هتطلب. فانا مش فاهم. ويطلع برضه ميدو وناس تتكلم عن الفساد الرياضي وتضارب المصالح، هو ده مش تضارب مصالح واضح؟
هو ده مش تضارب مصالح واضح؟ يعني ايه عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم يجادل مع خبير تحكيمي مش في كل الماتشات فقط لا غير في ماتشات نادي الزمالك؟ يا كابتن حازم ارجوك اقلع تيشرت نادي الزمالك وانت داخل اتحاد كره القدم المصري وانت داخل القنوات المحايده او مكانك في نادي الزمالك. يا جماعه ده طبيعي جدا، عايز تشتغل اداري في نادي الزمالك ده طبيعي جدا جدا، واعمل اللي انت عايزه. عشان كده ما قلتش عند جمال حمزه كتير بالمناسبه، ليه؟ هو راجل اصلا داخل نادي الزمالك، له وظيفه داخل نادي الزمالك، فطبيعي لما يطلع هيدافع عن حقوق نادي الزمالك، لكن عضو اتحاد كره القدم المصري في كل اخطاء تحكيميه يجادل الخبير التحكيمي من اجل مصالح نادي الزمالك، لا ده تضارب مصالح واضح بشكل كبير جدا. عشان كده وانت بتقول التحكيم المصري مش بخير وبتخاطب اتحاد كره القدم، مش حاسس ان في حاجه تتغير، مش حاسس، لان عضو مؤثر جدا داخل الاتحاد شايف ان المرعه دي واللي عمله طارق مجدي ده طبيعي جدا، وزيزو فعلا الخبطه اللي خدها دي تستحق ان هو يخرج بره الملعب، والقصه تبقى صعبه جدا، خاصه كمان ان كابتن حازم امام يعني جاب كلاتنبرج اتشتم واتهان كلاتنبرج فرحل، فراح جاب لنا يعني حد مختلف بقى، حد غير طبيعه كلاتنبرج، حد يقدر يتقال له انت واجهه وبس واسكت. أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم، ربما ده بريرة من اللحظة الأولى اللي منع إن أنت تسمع فيها الفار بيحصل فيه إيه، لأن أعتقد اللي بيتقال جوه غرفة الفار ما ينفعش يطلع للناس، لأن محدش هيقدر يتصور إن دي الحوارات اللي تكون بالدايرة بين الحكام. ولكن مهم جدا في كابتن حازم، لأن أنا متفق مع أسامة إن جمال حمزة هو راجل لسه متصور اصلا وهو واقف جنب رئيس مجلس اداره الزمالك اللي مفترض احنا مش عارفين موجود ولا مش موجود، دي قصه ثانيه، ولكن الراجل زي ما اسامه بيقول موجود على طول، وهو ليه صفه وليه حيثيه وليه تدخل، فهنا ما عندوش تعارض مع حاجه، ولكن ربما عنده تعارض مع فكره التحليل الفني انه مفترض ما يكونش فيه تحيز، ولكن هنقول ده يعني احنا بنحلم بالمدينه الفاضله اللي احنا ابعد ما يكون عنها. ولكن اللي انا بالنسبه لي غريب هو اصرار كابتن حازم امام على انه يحط نفسه في المواقف دي، واصرار كابتن حازم امام ان احنا نيجي كل مره نقول له ومن بدري جدا ان انت اكبر مثال في كره القدم والله العظيم لا ابالغ على مستوى العالم للكونفليكت اوف انترست، تضارب المصالح، ولا ابالغ بقول لك اكبر مثال في تاريخ كره القدم، هات لي كده حد دلوقتي موجود في اتحاد لعبه بيطلع يحلل لصالح نادي تاني وبينحاز بالشكل ده. طب انت يا كابتن حازم كام استوديو كنت قاعد فيه لمباراة الزمالك استفاد فيها تحكيميا من اخطاء للمنافس، مش انت شايف انك كمان بتبرر لعبة في مباراة كسبان فيها الزمالك 3-1؟ لا ده كام فريق في وجودك اتظلم، ولا مرة شفناك بتعمل كده. وهنا لو انت مش هتقدر تنحي الانتماء جانبا صدقني انت عندك مشكله كبيره جدا بتسيء فيها لاتحاد كره القدم المصري، وانا اعني اللي بقوله، بتسيء لاتحاد كره القدم المصري بان انت بتقدم صوره عن عضو مجلس الاداره مش مفترض ان ده يتقدم اطلاقا. ولكن ما كانش ده بس الامور التحكيميه، لان مشوار الزمالك في كاس مصر تحكيميا غريب. يعني انا بشوف العنصر لو هتيجي تقيم مين اكتر عنصر استفاد منه الزمالك في مبارياته ومشواره في الكاس، مش هتلاقي لعيب معين، مش هتلاقي افكار مدرب معين، مش هتلاقي تغييره معينه فنيا، مش هتلاقي فكره فنيه، هتلاقي الاخطاء التحكيميه. ليه؟ لان اصلا الزمالك ما كانش مفترض يواجه فاركو، لان الزمالك كان مفترض يكون خارج بطوله كاس مصر امام بروكسي. لما نشوف تحليل الاخطاء التحكيميه اللي هنسمع جهاد جريشة قال فيها ايه في مباراة بروكسي في كاس مصر برضه. اللعبة الاهم في الدقيقة 54 وقرارات الجزاء صحيحة تم احتسابها لبروكسي في الاول، مفيش تسلل اول اللعبة، مفيش تسلل، استمر اللعب، وبالتالي ركلة جزاء، اهمال من لاعب الزمالك اللي ما لعبش الكورة، اللي لعب الكورة هو المهاجم، ولاعب الزمالك اهمل وركل لاعب بروكسي، وقرار صحيح. بنتكلم شيكابالا دخل في اللعبة دي، ومدافع بروكسي يعني ما وصلش للكوره، دخل مباشره في جسم شيكابالا، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم يتم احتسابها لنادي الزمالك، وركله جزاء واضحه وصريحه لبروكسي لم يتم احتسابها، المسك الواضح من التيشيرت بالمنظر ده في منطقه جزاء الزمالك، وكان لازم حكم المباراه يحتسب ركله جزاء وانذار للاعب نادي الزمالك، ركله جزاء صحيحه لم يتم احتسابها لبروكسي، والنتيجه 2-1 في الوقت ده، تهور واضح من لاعب بروكسي، كان لازم ركله حره مباشره معاه انذار، الحكم ما اداش انذار في اللعبه دي، اللعبه دي في الدقيقه 110 وركله جزاء ثانيه لبروكسي لم تحتسب، في الرجل الشمال للاعب الزمالك امتدت
واعاقه لاعب بروكسي، وبالتالي كان في ركله جزاء صحيحه لبروكسي، ركله جزاء ثانيه لبروكسي لم تحتسب، في اهمال واضح الراجل لاعب الزمالك المدافع برضه حسام عبد المجيد، حرك رجله الشمال اللي اعاقت لاعب بروكسي، وبالتالي كانت ركله جزاء سهله وواضحه وصحيحه لبروكسي لم تحتسب، من رجل راحت الشمال لاعاقه واضحه للاعب بروكسي، وبالتالي كانت ركله جزاء في الدقيقه 110 لبروكسي لم تحتسب. ده بروكسي، واعتقد هنا ايضا الرساله الكابتن حازم امام، اللي في مباراه بروكسي او انت فين من فكره فريق في عرض قرار تحكيمي ياخد فيه حقه عشان يعمل نتيجه مفاجاه في تاريخه زي بروكسي قدام الزمالك، كنت فين؟ كان فين والشد الواضح اللي كلنا بنشوفه، اللي اي حد في الدنيا هيبقى عنده مليون سؤال ازاي دي مش ركله جزاء؟ كنت فين يا كابتن حازم وقتها؟ كان فين الزوايا اللي تاكد اكتر من 100 مره ان انت هنا في ركله جزاء مستحقه لبروكسي؟ مش هتلاقي، لان ببساطه ده انحياز لصالح نادي في حد موجود في اتحاد الكوره. ولكن بقى بعيدا عن كابتن حازم، هنا سؤال كمان لكابتن احمد حسام ميدو. ميدو بيطلع يتكلم عن المنظومه وعن اتحاد الكوره وعن الدوري المصري اللي بقى فضيحه واللي الناس بتضحك عليه. طب مباراه بروكسي دي محدش بيضحك عليها؟ محدش بيشوف؟ لو انت بتتكلم بقى كبزنس وكاقتصاد في كره القدم وكاقتصاديات للعبه، ما بتتكلمش في فريق هو بالنسبه له كام مره هيتحط في موقف ان هو يقدر يطلع الزمالك زي بروكسي. بتتكلم تسويقيا، بما انك مفترض بتقدم نفسك ان عندك افكار تسويقيه، بتتكلم كنادي زي بروكسي، نادي زي بني عبيد النهارده بعد مرور سنوات لسه بيذكر كشيء دعائي لي وتسويقي لي ان هو النادي اللي اقصى الزمالك. تخيل لو بروكسي كان عمل كده، حجم التسويق لبروكسي، كم خبر وكم موقع عربي ومصري وافريقي كان هيتكلم على نادي بروكسي اللي بينشط في الدرجات الادنى واقصى نادي الزمالك، كم حد؟ يبقى هنا على المستوى التسويقي ده مش فساد؟ ده مش سوء اداره؟ ده مش فريق تضررت مصالحه؟ ولكن مش هتلاقي ولا كلمه خالص، لان الحقيقه اللي بتقول ان الزمالك في كاس مصر دلوقتي اكتر عنصر ساهم في اهدافه او ساهم في وصوله هو التحكيم اللي عامل 3 اسيست، ضربه جزاء لزيزو بتتحسب من الوهم، وركلتين جزاء ما بيتحسبوش لبروكسي، عنده 3 صناعات او ساهم او 3 مساهمات لنادي الزمالك. اعتقد ده برضو شكل من اشكال الحاجات اللي مفترض تضايق كابتن حازم كعضو اتحاد كره، وتضايق كابتن ميدو كاعلامي، بما ان هم حريصين قوي على شكل المنظومه الرياضيه وبيبقوا بيتكلموا بحرقه. احنا لسه فاكرين اسوان وهو يعني واصل لنهائي كاس مصر امام النادي الاهلي في بدايه التسعينات، وهدف لمحمد رمضان انهى المسابقه تماما. لسه واحنا بنتكلم عن منتخب السويس قلنا اقصى نادي الزمالك من الدور نصف النهائي. تخيل ان على مدار مواسم الماضيه وحصول نادي الزمالك بشكل واضح ومؤثر الحقيقه وعدد كبير من بطولات كاس مصر، يعني قرب من بطولات النادي الاهلي ربما الفارق 9 بطولات او ما شابه، لكن لما تيجي تبص على المشوار هتلاقي لا في اخطاء تحكيميه. نفسه ميدو البطوله اللي في تاريخه بخطا تحكيم، يعني احمد حسام ميدو كمدير فني واخد بطوله في تاريخه مع نادي الزمالك هي كاس مصر، كان الحكم جهاد جريشة وكان طارق حامد وقتها في سموحه، وتبدلت الادوار وتبدلت الكروت وقدر نادي الزمالك يستفيد من اخطاء التحكيم في النهائي وفاز على سموحه، عشان تكون البطوله الوحيده لاحمد حسام ميدو جايه عن طريق خطا تحكيم. الموسم ده بتتكلم عن بروكسي وبتتكلم عن نادي فاركو، الموسم الماضي في الدور نصف النهائي امام اسوان نفس الحكم مع تقنيه الفيديو اللي حسب ركلتين جزاء لاسوان جات له ركله جزاء واضحه صوره طبق الاصل من واحده منهم، استدعاه حكم الفيديو طلع شافها ولا لا؟ ليه؟ ما انت نفس الحكم اللي حسب نفس اللقطه دي، فانت لو شايفها مش ركله جزاء يبقى كانت الاولى مش ركله جزاء، لكن الحقيقه ان ركلات الجزاء كلها كانت صحيحه ولكنه استثنى ركله الجزاء اللي ممكن تطيح من نادي الزمالك، تطيح بنادي الزمالك من مسابقه كاس مصر. عملنا فقره قبل كده كتير كبيره جدا عن 10 بطولات لنادي الزمالك مؤخرا في كاس مصر، كان 9 منهم بالتحكيم وواحده بركلات الترجيح. الموضوع يا جماعه صعب جدا، ولابد من الحديث عن مجهود فرق. لسه بنتكلم عن النجوم ان هو الحصان الاسود في البطوله، فاتمنى مباراه الكاس يكون لها اهتمام خاص وتحكيم خاص. مباراه بروكسي دي بالمناسبه كان الحكم وليد عبد الرازق، الحكم اللي كان شهرته في هذا الموسم هو الانذار لمتولي لاستبعاده من مباراه
القمة أو النادي الأهلي ونادي الزمالك، لأن ده الإنذار الثالث. وطبعا كان عنده حمدي فتحي وعنده، لكن هو اختار متولي، هو نفس الحكم اللي تغاضى عن ركلات جزاء واعتمد على أن مفيش فار في الدور ده هيرجعني، فبالتالي عادي جدا يطلع المدير الفني لنادي بروكسي يشجب ويشكو ويندد، ولكن في النهاية الوضع انتهى، التاريخ بيتذكر فيه ايه؟ البطل. عشان كده بقول الخطأ في مسابقة الكاس أخطر بكتير جدا من الخطأ في مسابقة الدوري، وعشان كده لما بيكون الخطأ فادح ممكن تلاقي نفسك مش قادر تواجه الحقيقة فتداري الحقيقة. عايزين تفهموا الكلام ده؟ هنشوف الفيديو ده. نروح لأول حالة وكانت معانا في الدقيقة 30، احنا عندنا نص ساعة تقريبا ما رصدناش فيها أي حاجة. أول حالة عندنا رصدناها وقبل الحالات بس يعني حضرتك قلت ليه الحكم غير يعني الحكم زي اللاعب، ليه المقدمة؟ هل في حصل مشاكل من الحكم أثناء المباراة وأخطاء بمعنى أصح يعني؟ في فرقتين خرجوا من بطولة الكاس بأخطاء تحكيمية. ده في مباراة في السبع مباريات. في المباراة اللي فاتت يعني. في السبع مباريات بما فيهم النهاردة. أنا قصدي كده يعني. بما فيهم النهاردة. تمام؟ أخطاء مؤثرة، أخطاء أثرت في نتيجة المباريات، يعني النهاردة في خطأ مؤثر، ماتش البنك الأهلي والمقاولين في خطأ مؤثر. تمام. فهنشوف الحالات برضو. هو للأسف الحالات مش هنلحق نعملها، قالوا لي دلوقتي في مشكلة في الوقت خلص، فبعتذر لحضرتك عن الحالات كابتن ياسر، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله نستعرض الحالات مع بعض بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله. نتمنى، ولكن اللي احنا بنقوله زي ما بنقول إن تقنية الفار ما كانتش موجودة، برضو في نفس الوقت الكوميونيكيشن سيستم برضو مش موجودة. طبعا. فعلى الأقل تبقى حاجة في مشكلة في مشاكل أكيد. في حاجة تمام. موجودة تساعد. اللي أنا أقدر أقوله طالما احنا معناش حالات، احنا عندنا سبع مباريات فيهم مباراتين اتغيرت في مشاكل باخطاء تحكيميه، مباراتين اكيد علشان الفار غايب كمان. مباراه النهارده فيها ركله جزاء لم تحتسب، ركله جزاء اتحسبت للمقاولين بالخطا، ودي ادت لخروج او للبنك الاهلي للمقاولين ادت لخروج البنك الاهلي. كنت اتمنى ان يكون معانا الحالات، ولكن ان شاء الله باذن الله المره الجايه. ولكن بشكل عام النهارده وليد عبد الرازق كان غير موفق في اداره المباراه، عنده مشاكل. ان شاء الله بقى تعالى تاني. أنا عجبني جدا كابتن طارق يحيى لما سمع المقدمة كده، ولقى إصرار من الكابتن ياسر عبد الرؤوف إن هو هيضلمها، فكابتن ياسر قال له إحنا بقى لنا نص ساعة عايزين نعرض الحالات، بقى دخلنا في الحالات. قال له لا لا لا، قبل ما تعرض الحالات هو يعني عارف بيجمع سؤال، هو عايز يجمع، مش هينفع يا كابتن ياسر نعرض حالات. حالات إيه يا كابتن ياسر بعد المقدمة الضخمة اللي أنت اديتها لنا دي؟ فكابتن ياسر يقول له هو بصراحة في مباراتين من السبع مباريات اللي لعبوا في الكاس اتغيرت نتيجتهم، وفرقتين اتخرجوا بظلم تحكيمي او باخطاء تحكيميه. قال له انت بتتكلم عن قبل كده يعني؟ قال له لا، هو في مباراه النهارده فيها خطا تحكيم، اللي هو حاول يجيبها يمين شمال كابتن طارق يحيى. يا كابتن طارق، الزمالك صعد على حساب بروكسي بخطا تحكيمي فادح، كل خبراء التحكيم اتكلموا عنه، حتى الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي لغايه دلوقتي انا عارف والله ومتاكد ان هو نفسه يشوف الحالات دي تتعرض على شاشة قناة نادي الزمالك، لكن كابتن طارق قال له الأسبوع الجاي، الموسم الجاي، السنة الجاية، القرن الجاي، مفيش حاجة تتعرض، لأن الحقيقة واضحة، الحقيقة بتدارى، الحقيقة واضحة إن فريق زي فريق بروكسي كان هيرتكب بالنسبة لنادي الزمالك في حقه جريمة، ألا وهي أنت تطيح بيا ونعيد تاني سلسلة ذكريات بني عبيد، أبقى بني عبيد وبروكسي والقصة دي، وإحنا ما صدقنا إننا نهدي شوية قصة بني عبيد دي، فكمان يبقى بروكسي. أعتقد يعني الأمور التحكيمية واضحة جدا، بتضيع مجهود ناس كتير جدا، بتضيع مجهود فرق مكافحة والله القصة ما محتاجة كل الأخطاء التحكيمية دي، لو أنت فريق عندك القدرة أن أنت تدخل تاكل أخضر واليابس. وبعد ذلك بنسمع عن فساد ونتعرض عن مظلومية وأن الأخطاء التحكيمية ولولا تقنية الفيديو، كلام كبير قوي قوي. أعتقد نتمنى زي ما بقول أن أنا أجي في وقت من الأوقات في سنة من السنوات في يوم من الأيام أقول زي ما كنت بقول لكم التحكيم المصري مش بخير، التحكيم المصري بقى بخير. أتمنى أشوفكم بعد الفاصل. الأهلي خط أحمر في ليلة خطوط الأهلي فيها الدفاعية في أمان. بعد خبر التجديد لرامي ربيعة، النادي الأهلي يجدد أيضا لياسر إبراهيم لمدة عامين. كابتن ياسر إبراهيم هو لاعب بجد من اللعيبة اللي دخلت النادي الأهلي تحس ان هو طول الوقت عنده صفات وشخصية النادي الاهلي، لاعب مفيش مشكلة، لاعب بيدي بروح،
لاعب راجل، كلمة راجل بجد تحط جنبها كلمة ياسر إبراهيم على طول وانت مغمض، لاعب بيدي 100% من اللي عنده. وانا بشوف ان في لعيبة دايما تقول ان هي مفرطة في موهبتها، موهبته مدي 70% منها، لا ياسر إبراهيم بيدي 150% من اللي عنده. لاعب اتعرض مع فايلر لوقت صعب في البداية، ياسر إبراهيم بعيد تجديد العقد معانا، الصورة اهو ياسر إبراهيم ل 2025 في وقت مع فايلر، ياسر إبراهيم كان بعيد، البعض قال الراجل مش مقتنع. ياسر إبراهيم بيقاتل كأنه أساسي في كل لحظة لحد ما ترجع تلاقيه موجود تاني بشكل أساسي. مع كولر هنا في الأهلي خط أحمر طلعنا ردينا من اللحظة الأولى ثقة في ياسر إبراهيم. تخيلوا لما جت أخبار إن ياسر إبراهيم خارج حسابات كولر لنهاية الموسم، وعرضنا هنا الناس اللي قالت ده، قلنا لكم ياسر إبراهيم خلال الموسم ده من أعمدة الأهلي الرئيسية. إحنا بنغامر على الهوا بنقول لكم كلام؟ لا، إحنا عارفين شخصية ياسر إبراهيم، اللاعب اللي لما تجيله الفرصة وأكيد هتجيله مش هيفرط فيها. ياسر إبراهيم بتاع لحظات كتير جدا في تاريخ النادي الأهلي مش هتنساها له، رأسيات تاريخية سواء هلال سعودي، صن داونز، حتى في لحظات كانت مع الهلال السوداني، في لحظات كتير صعبة هتلاقي ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم الأهلي في أمان دفاعيا لسنتين جداد في وجود ياسر إبراهيم. بص، هو الحقيقه مجهود طبعا كبير، وزي ما قلنا لحضراتكم ده التحدي الاكبر للنادي الاهلي للحفاظ على نجومه، وده شيء ايجابي جدا. ولكن لما تقف عند ياسر ابراهيم في نقطه مهمه جدا 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 عند ياسر ابراهيم، هي ازاي قدر يغير قناعات جماهير النادي الاهلي ما قبل النظره لياسر ابراهيم قبل الانضمام للنادي الاهلي، ثم النظره لياسر ابراهيم بعد الانضمام للنادي الاهلي. ده ما حصلش كده من فراغ، ده حصل لما قناعات ياسر إبراهيم نفسها عن النادي الأهلي اتغيرت. اللي كان بيتغذى بيه ياسر إبراهيم في الأندية السابقة اللي لعب بيها وكان دايما بيشتغل على الصورة الذهنية لبطولات النادي الأهلي، لما جه ياسر إبراهيم على أرض الواقع، إيه ده؟ إيه ده؟ مش ده اللي كان بيتقال، مش ده اللي أنا كنت حاسه، مش ده اللي كنا واحنا صغيرين بيتقال لنا خد بالك اصل الاهلي بيتجامل تحكيميا، خد بالك اصل الاهلي بيتجامل تحكيميا، ده احنا بقينا نتعرض لظلم تحكيمي في وجود تقنيه الفيديو. عشان كده ده مهم جدا، مهم ان انت قادر تغير قناعاتك لما شفت الواقع، فغيرت قناعات جماهير او شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي عنك، وانت ما اثبتتش ده لا بادعاء انتماء ولا الكلام ده كله، انت طول الوقت طول الوقت كنت فعلا راجل في قلب الملعب. والاهم لما بتبقى بره ارض الملعب بتكون راجل. لقطات كتير السوشيال ميديا السنه دي وقفت عندها لما كان ياسر ابراهيم قاعد دكه، واحتفاله بلقطات واهداف للنادي الاهلي كانت اكتر من احتفال لاعبين اصلا داخل ارض الملعب. ياسر ابراهيم وتعامله مع زملائه اللاعبين، ياسر ابراهيم اللي وصل ان هو بعد مباراه القاضيه والانتصار الكبير، وانه اخفى مصطفى محمد تماما بعد مباراه 3-1 اللي كانت في الدوري وكان له دور كبير جدا في حسم مباراه القاضيه، بيجي اول مباراه بعد القاضيه بيلاقي نفسه هو مش في الاساسي، في لعيب محترف جه على حساب ياسر ابراهيم، التزم تماما، اتدرب تماما، رجع قدر ان هو يحجز مكان في التشكيله الاساسيه. لعيب كل ما يضغط يطلع لك افضل ما فيه، كل ما تضغطه يطلع افضل ما فيه، وده حقيقه لان ياسر ابراهيم بالفعل لاعب بنكهه النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. مبروك ليك يا ياسر انت ورامي، ومبروك للنادي الاهلي بوجود لاعبين عندهم الخبرات، عندهم روح الفانيلا الحمراء زي رامي ربيعه وزي ياسر ابراهيم، وطبعا مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي قدرته على مواجهه التحديات في ابرام الصفقات والتجديد لنجوم الفريق، لان ده تحدي صدقوني والله مش سهل على الاطلاق على الاطلاق في ظل المتغيرات والمعطيات اللي موجوده في سوق الانتقالات وتحديدا سوق الانتقالات العربيه. ده فارس عايز تقول ايه؟ بس انت افتكرت كل لقطات ياسر ابراهيم اللي تثبت انتمائه الا اللقطه اللي حد نامو. لا اللي حد قلل من النادي الاهلي فيها لفظا قدامه فكلمه رد فعل. ده موضوع فدي بقى حاجات ما فيهاش يعني ما فيهاش لا قدام كاميرا ولا قدام مشاهد ولا قدام مشجع ولا قدام شاشه ولا هي لقطه. قناعات يا فارس بالظبط، هي قناعات وقت بقى باللي قاله هاني العجيزي قبل كده عن اللي انت قلته في ازاي بتصنع صوره من الاكاذيب
وده ما استغربوش، لان بيننا ناس عايشه بقى يعني وبنقابلهم واصدقاء وكل حاجه، ولكن لما يكلمك في الكوره تحس انه معمول له غسيل مخ حرفيا، لانه بيتابع البعض اللي ما عندوش منطق، ومن الناس اللي ما عندهاش منطق، ومن الناس اللي الفتره الاخيره ماشيه اعلاميا بنظريه هندوش الدوشه بدوشه اكتر من دوشتها عشان ما تدوشناش، هو ميدو. ميدو انا ما عنديش مشكله ان انت تكون بتحب ناديك، عايز تدعم ناديك، مواقفك اللي قبل كده دي بتاعتك، كل انسان يقبل على نفسه ما يقبله، ان يتقال عليه كذا، كل ده حاجات انا حتى مش هخوض فيها على الهواء ولا هتكلم فيها، ومش بتاعتنا ومش شكلنا هنا في الاهلي خط احمر. ولكن النادي الاهلي لا، النادي الاهلي لا. يعني تيجي قبل كده الناس اللي انت كنت بتقول ان هم خربوا النادي وبيدمروا النادي تقول عليهم ناس عظيمه جدا وازاي بتعمل للزمالك وازاي بتحب الزمالك بتاعتك. تيجي كنت من كام شهر بس بتقول ان امام عاشور ازاي اتباع بالرقم ده وبرقم اقل من امكانياته واقل من اللي يستحقه، وتيجي دلوقتي تمجد في رقم الصفقه وتقول ازاي نادي الزمالك قدر يبيع اللاعب ويحقق اكبر قدر من الاستفاده، برضه بتاعتك. ولكن تيجي تقول على ناس كان عندها لجان وتيجي تقول ناس بتستخدم لجان وتشتمها وتقول انا ما بتهتش وما بخافش والناس اللي بتحرك اللجان دي وبتدفع لها فلوس، ثم تيجي تبدا تستخدم اللغه دي مع النادي الاهلي، ده مش مقبول. كمان بقى لما نيجي نروح للنادي الاهلي نفسه، الامور الخاصه بالنادي الاهلي والتحول اللي بقى فيها من ميدو. النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي يا كابتن ابراهيم حسن نتعلم ازاي ما بيستخدمش شعارات، لا ده بجد النادي الاهلي بيحقق ومركز وبيوصل لاهدافه، ولكن احنا عندنا نظريه مؤامره، في ناس من مصلحتها ان هي توهم جمهور الزمالك بنظريه المؤامره عشان تحافظ على كراسيها. ده اللي بقى بيعمله دلوقتي، وده اللي بقى ميدو عرابه في الفتره الاخيره، الصوره اللي في الواجهه لفكره نظريه المؤامره الزملكاويه، رعايه حقوق، اصل تسويق، اصل بس، اصل كذا، اصل الدوري، اصل عدد المباريات اللي اتلعبت، وكم مغالطات غير طبيعيه. ولكن دورنا هنا ان احنا مش نرد على ميدو، لان ميدو ما يعنيناش كتير، ولكن نرد على مغالطات بتتقال في حق النادي الاهلي. ودايما بنقول هنا احنا نناقش الفكره اكتر من فكره الشخص نفسه، لان الاشخاص خارج النادي الاهلي ما بيفرقش معانا شخصه. ميدو كان عنده كلام في قصه الشعبيه، تخيل حد يجي ينكر وجود الشمس، البعض بيحاول يتحايل على شعبيه النادي الاهلي. نشوف ميدو قال ايه ونرجع نعقب. عايزك تقول لي لو انا عايز احسب جمهور الزمالك قد ايه في مصر، اللي انا راهن ان هو لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا يقل باي حال من الاحوال عن 45 مليون. تمام؟ لو انا عايز احسب الحسبه دي ابدا ازاي؟ في شركات ابحاث النهارده بتعمل حاجه. طب ما تجيب لي اجبالي. هكلفني كام الموضوع تقريبا؟ انا بجد هعملها. مش مبلغ كبير والله. لا مش مبلغ كبير والله، مش مبلغ. طيب كبير خالص. طيب انا عايز ابدا الموضوع دي ابحاث النهارده بتعمل حاجات زي استفتاءات وحاجات كده، فبتاخد سامبلز كبيره على حسب عدد حجم السامبل، بتاخد سامبل كبيره من كل مكان جغرافي ومن كل سيجمنت ومن كل اعمار، وتقدر تحسب النسبه في مصر كلها. بس عايزين نعمل الموضوع ده بشكل سري عشان الاهلي لو سمع عن الموضوع ده هيبتدوا يلعبوا في الموضوع ده. والله العظيم مش بهزر. والله الحل موجود للزمالك وللاهلي وللاسماعيلي ولكل الناس. انا نفسي اعرف الموضوع ده عشان افك الديبيت ده وافك القصه دي، لان كل واحد بيصحى الصبح يزود 10 مليون بيحلم ب 10 مليون زياده او يعني نزلنا شويه. انا عايز احل القصه دي، نفسي اجيب شركه كبيره، شركه دي بس الشركه دي تكون اجنبيه. بكره الصبح انا جاي شركه مصريه. بكره الصبح بجد؟ والله. طب يعني ينفع تحسب لي الزملكاويه كم؟ والله العظيم. طب الزملكاويه والاهلاويه والاسماعيليه؟ لا لا انا عايز اعرف الزملكاويه بس دلوقتي. تمام. ما انا بناء على الزملكاويه اعرف حاجات كتير. تمام. بس صح ينفع؟ بكره والله، بكره الصبح نجيب شركه. طيب. كانت تحسب الكلام. هنشتغل على الموضوع ده خلي بالك ده هيبقى موضوع حصري جامد جدا في الريمونتادا. انا بس فيديو عايز اقول لك على حاجه. طبعا. هتاخد مني قد ايه دي تقريبا؟ وقت؟ في خلال. لا تاخد كتير. شهر شهرين يعني، من شهر لشهرين على حسب حجم السامبل يعني. محبي خط احمر ومحبي ردود خط احمر، ميدو بيتكلم عن الشعبيه وعايز يعرف شعبيه الزمالك مقارنه بالاهلي، وعايز يعرف امور تخص الشعبيه. مش هنتكلم بقى على امور ولا حاجات تخص دراسات اتعملت قبل كده
ولا صفحات النادي الاهلي على السوشيال ميديا وارقامها مقارنه بالزمالك، ولا لاعب الجوله اللي كل مره التصويت يبقى فيه 95% مقارنه ب 5% متوزعه على باقي اللاعبين، ولا يوتيوب ارقام مشاهدات، ولا اغنيه بتلف ترند العالم كله عشان النادي الاهلي غناها، ولا معلقين عملوا اعلانات لمجرد بس ان هم ذكروا كلمه زي القضيه ممكن عملوا بيها اعلانات، ولا امور رقميه كتير جدا. ميدو استضاف ضيف يا اسامه عشان يقول له انا عايزك تعمل لي دراسه عن شعبيه نادي الزمالك عشان هتفرق معايا في حاجات كتيره جدا وانا هعرف منها حجمها مقارنه بالاخرين. قال له هتاخد قد ايه؟ قال له شهرين ثلاثه. طب اهو في الاهلي خط احمر اعتقد معانا ما يقرب من نص ساعه لحد نهايه الحلقه، مش هنستغرق النص ساعه، وانت قاعد بالراحه اتفرج، هنرد عليك بامور بسيطه جدا تخليك توفر فلوسك وتوفر وقتك والاهم توفر صحتك. هو الاهم ان هو عايز يوصل لتارجت، الحقيقه هو بيوصل لتارجت بيتناقض مع نفسه في نفس الدقيقه، بيقول انا عايز اوصل للزمالك ل 45 مليون. لأن كل شوية في حد بيصحى الصبح بيحلم يزود 10 مليون، طب أنت ليه وصلت ل 45 مليون؟ عارف يعني إيه يقول لك إن أنا عايز أوصل الزمالك ل 45 مليون؟ إنه عارف كويس قوي كويس قوي إن شعبية الزمالك لن تصل لهذا الرقم على الإطلاق، طب الفكرة إيه؟ الفكرة إن هو لما يجي يروج لك بعد كده إن أنا عملت السامبل ده ورحنا لشركات وطلعوا 38 مليون. أنت هتقول إيه؟ شفت؟ ده كان عايزهم 45 بس 38، لكن ال 38 في طبيعة الحال مش هتلاقيهم 18 مليون. ده طبيعي في 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 المنتمين لنادي الزمالك ايا كان هويتهم. جبنا فيديو قبل كده سنه 1971 ما بين طبعا الفريق مرتجي رحمه الله عليه وما بين الكابتن حلم زموره في لقاء شهير جدا. هو ما كانش وقتها لسه رئيس نادي الزمالك، كان وقتها ابراهيم الخشن رئيس نادي الزمالك، ولكن تحدث ان شعبيه نادي الزمالك انهارت بعد رحيل حسين حجازي. بعد حسين حجازي الشعبية انهارت، وقتها كانت تقريبا 80 اهلي 20% زمالك، قال لا انا بقول 55 اهلي 45 زمالك. فطبيعي لما يميدوا يقول لك 45 مليون فاعرف ان هم مش هيعدوا 20 مليون، ده رقم واحد. لا رقم اتنين معلش ايه الرقم معترض عليه 18. اه بسجل اعتراضي والله بسجل اعتراضي يعني، بس انا هنا ما مش مقتنع بالارقام دي خالص. تمام احنا بنتكلم ماشي، احنا اصل احنا وصلنا 110 مليون دلوقتي. انت مبحبح 110 والله، بس انت مبحبح ما عشان ما يبقاش في حاجه 20 دي كتير والله، عشان ما يبقاش في حاجه ما معلش ال 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 حتى المتعاطفين ناخد المتعاطفين ماشي. اه لا دي معايا كده ناخد المتعاطفين. طب ما نعمل احنا القصه دي وما نتعبكش خالص وهنجيبها لك عبر الازمنه. انا مش هجيب لك طبعا 71، انا هجيب لك الالفيه الجديده عشان انا قراءاتي الشخصيه ان الشعبيه ده شيء مش ملموس غير عن طريق التفاعل. انت ممكن تقول لا اصل التفاعل وارقام وحاجات كتيره جدا ممكن تعمل، لا انا هجيب لك التفاعل بقى على ارض الواقع في الشارع، على ارض الواقع في الشارع، وكمان يعني نجم من نجوم نادي الزمالك هو اللي هيرد عليك وهو اللي هيكلمك وهيقول لك ان الدنيا اختلفت خالص يا ميدو. اللي انت كنت شايفه زمان ان ممكن يكون في تقارب نتيجه التلقين اللي بيحصل من بعض الساده الاعلاميين، لا الموضوع اختلف. تعال اسمع كده كابتن جمال عبد الحميد هيقول لك فيديو مهم جدا، وده خده كده سامبل مهم جدا في دراستك عن الوصول كيف تصل بجماهير نادي الزمالك الى 45 مليون. نشوف الفيديو. فالموضوع بقى صعب جدا اللي احنا عملناه، والقاعده العريضه من الجماهير اللي تهمنا فيها انا وابراهيم وحسني شحاته وفاروق جعفر وطه بصري وحمد امام وعلي خليل والناس ديت. امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه، انا كنت اول امبارح في المدرسه بدعو كده الندوه مع طلاب صغيرين في السن، فسالت مين اهلاوي؟ كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد. مين اهلاوي؟ حوالي 38 رفعوا ايديهم، ففضل اثنين. طب اقول مين زملكاوي؟ فواحد رفع والثاني ما رفعش. بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. عرفتوا ليه كنت بتحدث عن المتعاطفين؟ هم مش بس متعاطفين، هم ممكن يكونوا متنكرين. قال لك 40 طالب في الفصل 38 واحد قال لك انا اهلاوي، واثنين واحد منهم اللي رفع وقال انا زملكاوي. طب التاني يا ابني انت لا اهلاوي ولا زملكاوي؟ قال لا انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايدي. انتوا متخيلين النسبه واصله لغايه فين؟ ال 38 او ال 40 دول اللي كانوا في المدرسه في 2008 و2009 هم دلوقتي شباب التوقيت الحالي، هم اللي في الجامعات دلوقتي، هم اللي بيحدثوك عن فرق الشعبيه الكبيره. الحقيقه الكابتن جمال عبد الحميد يعني ارتدى
رداء كده الاستاذ الكبير الفنان الكبير عادل امام ويلا نكسر كام مليون. ال 45 اتدمروا خالص يا ميدو، حاول يكون تارجتك اقل، لان الحقيقه السامبلز اللي احنا بنشتغل عليها دي هتدمر لك كل افكارك وطموحاتك واحلامك. ولسه يا كابتن ميدو انت مش هتروح في حته، لا تعمل دراسات ولا تجيب حد يقعد لك كام شهر، خليك معانا بس في الحلقه دي وانت هتستريح جدا جدا جدا، واي مشكله عندك في قياس شعبيه الاهلي والزمالك هتكون مش موجوده اطلاقا. لان عمرو اديب الاعلامي الكبير اتكلم فيما يخص حالته بعد المباريات في وجود جمهور النادي الاهلي سواء في مصر او خارج مصر، بقى مش جمهور النادي الاهلي، من الاشقاء في السعوديه، وازاي تفاعلهم معاه يعكس لك الشعبيه. نطلع ونشوف الفيديو ده ونرجع معاك. عايز احكي لحضراتكم حكايه شخصيه. يعني انا امبارح وصلت مطار القاهره الدولي بالليل، الباب اتفتح، لقيت اول ما فتحت الباب، اول ما فتح يعني مش مثلا بممر، اول ما فتح الباب لقيته قاعد عامل لي كده. قلت يعني بسلم عليه، قلت له مشيت الممر وصلت عند السلم اللي بيطلع على بتاع، يا استاذ عمرو حضرتك طيب ليش يعني ناس مرحبه بيه، وبعدين كل ما عدي الا حد بيبص لي كده مصر سعيده كويس، الوطن سعيد وانا راجع الوطن وبالليل، فالناس كلها سعيده جدا. وبعدين مشيت شويه قربت كده للجوازات، والجوازات دي بتبقى زجزاج كده، في مواطنين كتير، احتفاليه غير عاديه. ربنا يسعدكم، يعني أنا بشعر إن حضراتكم بتفرحوا فيا أكتر ما بتفرحوا للأهلي. يعني هذا الاحتفال وإيه كل الناس عايزة تسجله، ومنه لله رامز جلال. إلى كل مواطن مبسوط إن أنا متضايق. سعادتي في سعادتك. الناس كانت بتدور عليا بمنكاش. مفيش شارع في مدينة الرياض، مفيش مول، مفيش مطعم، إلا وفجأة يا جماعة خلاص أنا مش رئيس النادي، أنتوا فاهمين غلط، أنا ما كنتش بلعب، أنا لو كنت بلعب كنت لعبت أحسن من كده. حالة تحفيل غير عادية على عبد لله بشويش. من القاهرة للرياض الأهلي مفرح الجميع، واعتقد ده من قياس للناس اللي انت بتقابلها في كل حته. وللامانه ده احنا بنشوفه طول الوقت، لما النادي الاهلي بيفوز الناس بتقابلنا في كل حته، اي مكان بتروحه الاهلاويه فيه فرحانين. ولكن عشان كده يا اسامه انا عندي وقفه في الحته دي، لان ممكن يتقال لك الراجل بيتكلم بصفته زملكاوي عن جمهور النادي الاهلي اللي طبيعي يفرح فيه لما يخسر، وطبيعي لان في مناوشات حتى لو كوميديه يعني ما بين استاذ عمرو اديب وجمهور الاهلي، ولكن الموضوع مش شرط دليل على عدد. يعني لو شخصيه زملكاويه بالمقارن او شخصيه اهلاويه كان جمهور الزمالك عمل معاه كده، بس اعتقد يعني هيبقى معانا. لا هو اعتقد لا، الوضع كان هيبقى مختلف، لان الحقيقه هو الاستاذ عمرو اديب رصد الحاله الشعبيه فعلا جارفه للنادي الاهلي في كل مكان. طب لو اهلاوي والزمالك خد بطوله، ما احنا بنشوف الشوارع يا جماعه لما بيكون النادي الاهلي، بنشوف كلام من محررين وصحفيين كبار جدا زملكاويه، كان يقول لك لما الاهلي بيفوز ببطوله بطبع الطبعه الثانيه والثالثه، لما الزمالك كان بيفوز ببطوله ما بعرفش اخلص اصلا الطبعه الاولى. فده دي ارقام واضحه جدا وعلى ارض الواقع. طب الطلبه اللي كانوا في مدرسه وكانوا مع كابتن جمال عبد الحميد، طب نطلع شويه لشريحه الشباب ومع الاستاذ عمرو اديب نفسه بالظبط، وضعهم برضو ايه؟ يعني وضعهم ايه؟ النسبه كام؟ ال 38-2 قلت ولا زادت ولا وصلت لكام؟ خلونا نشوف الفيديو ده. طب عجباني حكايه رفع الايد دي، كم واحد اهلاوي؟ يا نهار ابيض. ما بلاش نقول كده. انت بتتكلموا جد؟ لا 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 بجد، كم واحد اهلاوي؟ اغلبيه ملكاوي. طب كم واحد اهلاوي؟ برضو على غفله بقى، كم واحد زملكاوي؟ اتنين أربعة مش هنيجي تاني. انت عايش ازاي مع كل الأهلوية دول؟ ناس جميلة، ناس جميلة. اشتبع انت زملكاوي.
انا غيرت فكري يا طارق، مش عايزهم كل يوم. طبعا دي احد الفرق يعني كورال الشرق، وايضا اتكرر الموضوع مع هارموني عربي. والحقيقه عجبني جدا ان انت لما تكون زملكاوي وتسمع حد بيقول لك كام واحد زملكاوي، انت مجبر انك ترفع ايديك الاثنين، لان الحقيقه محتاج ان انت تزود العدد. فالاستاذ عمرو اديب عدى اربعه تقريبا، منهم الاربعه دول هم اثنين زي ما هم بس رفع ايديه الاثنين. لا يا استاذ عمرو، النسبه زي ما هي، والاهلاوي مش محتاج غير يرفع غير صباع واحد بس، شاور كده اهلاوي كتير قوي. لكن فعلا ملحوظه انا لاحظتها في كتير جدا من المناسبات، لما يتقال مين زملكاوي تلاقيه بيرفع ايديه الاثنين. ما ده شعور بايه؟ لا، شعور ان مش بتاعتي يا جماعه، مش هقدر اقف قدام الطوفان ده من الشعبيه، مع كامل احترامنا والله وتقديرنا لكل الانتماءات، ولكن في النهايه لا، ده واصل قوي، حتى واصل لميدو نفسه اللي هو التارجت بتاعه يحلم ان يلاقي زمالك 45 مليون. طب والله كورال الشرق ساعده في 3 من 45 مليون اللي بيجمعهم. يعني يا ميدو عندك 3 في كورال الشرق اللي مكون من 30 واحد، عندك في 3 اكتر كمان من 30. ده انا اللي كنت هبحبح. ده انت كده بحبح. عندك 3 ميدو زملكاويه، ادي كده انت لقيت 3 من 45 مليون اللي انت بتجمعهم. بس لفت نظري حاجه غريبه جدا، الثلاثه الزملكاويه واقفين في اخر صف. يعني دي مش عارف مصادفه، يمكن الصداره دايما للاهلي حتى في ترتيبه وقفه الناس. يعني الموضوع صعب جدا، ولكن اكيد بقى يا جماعه يعني ده مقياس الشارع الطبيعي، لان احنا دايما بنقول القياسات، يعني بنتكلم مثلا في 85 ل 90% مقابل 10 ل 15%، فاعتقد ده طبيعي اللي شفناه في الصوره. ولكن لو ما نيجي بقى للعيبه الصغيره اللي لابسه تيشرت الزمالك وشعار الزمالك على صدرها، اكيد الوضع مختلف، واكيد هتلاقوا نسب ربما تساعد ميدو في رحله البحث عن ال 45 مليون. نشوف الفيديو. حتى في نادي الزمالك الشعبيه لنادي الاهلي. خلاص يا ميدو، يعني مؤامرة. الموضوع صعب قوي. تخيل ان انت داخل نادي الزمالك نفسه الشعبيه للنادي الاهلي، طب نعمل ايه تاني؟ يعني نثبت لك ازاي ان صعب جدا 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 تحقق احلامك الا اذا بقى التعداد السكاني لمصر تخطى 300 مليون نسمه. ده الحاله الوحيده اللي ممكن تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه، وربما ربما ما هيزيدوا يا عم، احنا هنزيد اكتر بقى. لا ما هو لا، يوصل احلامه 45 بس. هو مش بتكلم عن النسبه كلها طالعه اهلي يا استاذ. ما انا بقول لك ده مش مضمون، لكن انت عايز توصل لل 45 مليون، زود عدد الشعب نوصله نص مليار مثلا، فتبدا تقدر تلمس في ال 10% تجيب ال 45 مليون. وطبعا يعني ده محتاج سنوات وسنوات وسنوات، ومش مضمون ان انت تفضل تحقق نجاحات تحافظ لك على الشعبيه. يعني ده رحمه الله عليه الكابتن حلمي زموره قال لك ده حسين حجازي اعتزل الشعبيه وقعت، فهتضمنها منين؟ الموضوع صعب جدا جدا جدا، ولكن عندنا لسه قضايا كتير جدا غير الشعبيه. ولكن عندنا فاصل، هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل قضيه مهمه جدا ايضا عن احمد حسام ميدو، بس هناخدها بجد شويه مش بهزار، الشعبيه. وشكرا ان هو يعني ادالنا كلام نفرح الناس بيه اللي بيتابعونا. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر، ومازال ميدو يمارس مغالطاته الغير مهنيه بالمره طبعا، والابعد ما يكون عن اي سياق منطقي. مغالطه اتكلمنا فيها كتير اسمها ربط ما ليس عله بعله. يعني ايه؟ يعني انا اجي اقول لك النادي الاهلي لعب مباريات في الدوري اقل، يبقى اذا النادي الاهلي بيجامل، اذا النادي الاهلي لما راح لمباراه الوداد كان مريح اكتر، اذا النادي الاهلي بيتم توفير ظروف واجواء ليه اكتر. طبعا بيتم التغاضي عن ان النادي الاهلي خلال الموسم وخلال تقريبا نفس الفتره اللي لعب فيها الوداد، النادي الاهلي راح لنهائي افريقيا امام الوداد في المباراه الثانيه وهو لاعب 45 مباراه مقارنه ب 42 مباراه لنادي الوداد. وقلنا دايما الناس بتتجاهل فكره ان النادي الاهلي كان عنده
كاس عالم للانديه ان النادي الاهلي لعب اتنين سوبر، ان النادي الاهلي وصل لنهائي الكاس، ان النادي الاهلي شارك في مباريات اكبر في افريقيا، لان الزمالك بيودع دور المجموعات للسنه الثالثه على التوالي كعادته، ولكن النادي الاهلي بيوصل للنهائي. قلنا يعني ايه ربط ما ليس عله بعله؟ يعني بسيب كل ده واجي اقول لك اصل النادي الاهلي في الدوري لعب اقل، والناس تتعامل على ان المشاهد مش هيربط المشهد بالكامل، ولكن المشاهد الاهلاوي دايما بيكون عنده الرد وعنده القدره على فهم حقيقه المشهد، لان النادي الاهلي في كل وقت ما لعبش فيه في الدوري كان بيلعب في مسابقات اخرى ومباريات اخرى، وكانت بتطبق عليه اللائحه اللي لو بيراميدز كان وصل لنهائي افريقيا، لو الزمالك يعني في معجزه كان وصل لنهائي افريقيا، كان وقتها برضه نفس اللائحه دي هتطبق عليهم. نشوف ميدو قال ايه عن فكره المؤجلات ونرجع نعقب. هل انت شايف ان طبيعي ان يبقى في فرق لعبه اكتر من فرق؟ يعني المنظر اللي قدام حضرتك ده اهو، ان 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 بيراميدز لعب 30 مباراه والتاني لعب 24 مباراه. هو بس الاهلي بس. ماشي، ما هو ده، ما هو ده حضرتك، هو دخل في اللائحه. انا عايز اقول لحضرتك ده بينقل صوره، والله ما عشان بينقل صوره سيئه عننا. احنا بصينا على جدول الدوري المصري، بص على جدول الدوري المغربي، تمام؟ الناس كلها لعبة زي بعض، يبقى احنا اللائحه بتاعتنا غلط. انا ما بقولش على فكره ان هم ما نفذوش اللائحه، انا بقول ان اللائحه غلط يا فندم. هو ده برضه 16 نادي، احنا 18. لا مش فرق، مش فرق كتير. لا 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 لا، مش هقول لك على حاجه بقى. وبعدين الدوري بيتوقف في المنظر اللي احنا فيه يا فندم. مش مبسوط ده، انت مجبر على ده. لا لا، انت مجبر على ده. مش مجبر، لا مجبر. الوداد لما لعب صن داونز، الوداد لعب صن داونز في ذهاب، في ذهاب نصف النهائي. لا لازم تتغير. انا النهارده ايه المشكله؟ معلش ان انا هلاعب الترجي تمام، وماتش يوم الثلاث والعب، ايه المشكله؟ ملعب ما عندي 30 لعيبه، ما انا اعمل لك قائمه 30 لعيب ليه؟ طب انا مش هديك جواب. طول ما هنقعد نفكر بالطريقه دي بقى هناخد خطا. انا يا كابتن عمرنا يا كابتن ميدو، الدوري فاسد، الدوري فاسد. لا مش بقى الدوري فاسد النهارده لما يبقى في كان حلو السنه اللي فاتت. لا والسنه اللي فاتت فاسد، والسنه اللي فاتت فاسد، والسنه اللي قبليها فاسد. هو الاهلي اهم من الكوره؟ بيقول مجامله. امال ايه اللي بيحصل؟ لا الاهلي ولا الزمالك. امال ايه اللي بيحصل؟ الاهلي بيلعب في كاس عالم الانديه وبيلعب سوبرين وبيلعب نهائي. طب ما الوداد لعب كاس عالم الانديه. انا ارد عليه بقى. ماتشين حضرتك؟ لا لعب ماتشين، لعب اربع ماتشات. انا معاك. قول لي تاني البطولات اللي لعبها. قول لي البطولات اللي لعبها الاهلي. ولعب بسوبر، سوبرين، حلو دوري، حلو. اللجنه مع احترامي لجنه المسابقات بوظت الدوري. المفروض في فريق بيلعب اكتر من فريق بست ماتشات، ده مشهد مضحك وكوميدي امام العالم. ميدو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا ما بتكلمش عن الاهلي والزمالك، او ما بتكلمش عن الاهلي بس، انا بتكلم عن الكره المصريه. فساد الكرة المصرية لما تشوف فريق لاعب، شفت الجملة الأولى؟ الكرة المصرية وديلك خطوط عريضة وشعارات عامة، إنما أول ما أبدأ أروح لمثال هستدعي النادي الأهلي. وهو ده اللي بيتعمل، وهو ده المغالطات اللي انتوا بتسمعوها. بغض النظر أستاذ شريف عبد القادر، ولو مني كل الاحترام والتحية، يعني صديق عزيز، بيتكلم وبيقول له النادي الاهلي لعب اتنين سوبر زياده، النادي الاهلي وصل لنهائي كاس مصر، النادي الاهلي كمل في نهائي افريقيا، يعني لعبت نص نهائي مباراتين، ولعبت دور قصدي الثمانيه ربع النهائي مباراتين، ولعبت نص النهائي امام الترجي مباراتين، ولعبت امام الوداد مباراتين. انت بتتكلم ست مباريات، غير اتنين سوبر، غير كاس عالم للانديه، غير انك وصلت نهائي الكاس. كل ده طبيعي عدد مباريات يختلف عن باقي الانديه، فيخلي عدد مؤجلاتك في الدوري مختلف عن باقي النادي الانديه. يقول له لا 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 ما تكلمنيش في ده، انا بقول لك ان لجنه المسابقات فاشله. بغض النظر عن لجنه المسابقات اللي عندي عليها مليون تحفظ، وهنا لا ادافع عن اتحاد مصري لكره القدم، ولا ادافع عن لجنه مسابقات، لان بشوف الاثنين عندهم من الكوارث الاداريه الكثير. ولكن انا بتكلم في حته، انك لما جيت تدلل على الخطأ الإداري، وجيت تدلل وتستدل على الفساد الإداري، استدعيت النادي الأهلي، واستدعيت موقف طرف النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي قلنا لك قصاد الوداد راح بعدد مباريات أكبر لعبها، النادي الأهلي اللي خلال الموسم لعب مباريات أكتر وشرحنا لك المباريات، ولكن في النهاية هي نفس الجملة، أصل عدد المباريات وربط فكرة فرق مباريات الدوري. وانا برجع استدعي كده بالذاكره، كان فين ميدو في اي موقف قبل كده يخص الزمالك اللي في تعهدات قدمها عشان يلعب مباريات في توقيتات معينه وما نفذش ده؟ اللي اتقال احنا اجلنا الدوري عشان فرجاني ساسي، كان فين ميدو؟ اعتقد كان اخر واحد ممكن تسمعه وقتها. هو الحقيقه انا مش هسال كان فين ميدو، لان انا هتكلم مع ميدو اللي معترض على اللائحه، واقول له قول لي اوجه اعتراضك على اللائحه والنادي الاهلي،
بيلعب أربع مباريات في 10 أيام كأس عالم للأندية تم تحديدها بشكل مفاجئ لما تم اختيار المغرب هي البلد المضيفة. بعد العشر أيام دول والأربع مباريات في التوب ليفل ده النادي الأهلي راح عمل إيه؟ رجع على الهلال السوداني، لعب مباراة الهلال السوداني في السودان. طب خلصت بقى القصة؟ لا، ده جاء قبل ما يلعب مباراة سان داونز، عدى على أسوان لعب مباراة في الدوري مع أسوان. قول لي كان ممكن النادي الأهلي يلعب إيه تاني في أسبوع أكتر من ثلاث ماتشات؟ يعني قول لي إيه اللي ممكن يحصل منهم واحد بره ملعبه في السودان. تعالى قول لي ازاي النادي الاهلي وهو مسافر جنوب افريقيا عشان يقدم مباراه ويلعب مباراه يوم السبت يكون بيلعب مباراه مع المقاولين العرب يوم الثلاث، عايزه يلعب ثلاث وخميس ويسافر جنوب افريقيا يلعب سبت؟ يعني قول لي بس انت اعتراضك على ايه واحنا معاك. خليك دايما بتتكلم بانك شايف نفسك عايز تفيد كره القدم المصريه، والحقيقه انت مش همك كره القدم المصريه، والحقيقه انت مقتنع جدا وهتكون راضي جدا بالفساد اذا استفاد منه نادي الزمالك. انت مشكلتك مش الفساد، انت مشكلتك ان انت مش قادر تستفيد من الفساد برغم ان بيتم تهيئه كل الاجواء ليك انك تستفيد، ما بتقدرش تستفيد. انت بنفسك كنت بتسمع بالتاكيد لما بيتقال انا هطلع من برج العرب على الجزائر المباراه دي اجلوها لي انا مش هلعبها. الخطابات الرسميه اللي كانت بتوصل للاتحاد والتعهدات ان انا هلعب المباراه دي يوم 1/5 واجي يوم 1/5 اقول لهم خلاص هلعبها يوم 15/5 واجي يوم 15/5 اقول لهم شكرا انا طالع من برج العرب على الجزائر انا مش هلعب. مش هتتكلم يا ميدو في النقط اللي زي دي؟ انت جاي دلوقتي في الوقت اللي النادي الاهلي بدل ما تقول ان الناس بتضحك علينا في الخارج لما تشوف فارق ست مباريات ما بين فريق وفريق اخر، لا هم مش بيضحكوا على ده، انا اسف جدا يعني، هم لو ضحكوا هيضحكوا هيقولوا ازاي الدوري ده في فريق اقل ست ماتشات وما بيلعبش ومتصدر. هي يا جماعه فين الفرق اللي ممكن تنافس النادي الاهلي؟ قبل ما تتكلم عن الفساد وقبل ما تتكلم عن الضحك اعرف الضحك ممكن يجي منين. الضحك هيجي من هنا ان فريق فيه 18 نقطه في الصندوق بالنسبه له، ست مباريات مؤجله وهو متصدر جدول الدوري. هو ده الضحك؟ هي دي المشكله اللي المفترض تناقشها، هي دي الحسابات اللي المفترض تفتحها للانديه. هو انتوا ازاي يا جماعه في غياب النادي الاهلي مش قادرين تنافسوا النادي الاهلي؟ ازاي واصلين لكده؟ وازاي جايين بعد كده بتقارنوا نفسكم بالنادي الاهلي؟ وازاي بعد كده بتحطوا نفسكم في نديه مع النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي هو غايب انتوا اصلا مش قادرين تنافسوه. ما بالك هو حاضر المباريات. لا انا راجل محترف، انا راجل بروفيشنال، انا راجل عارف انا بعمل ايه. طب يا عم قول لنا انت ايه الوقت اللي كان المفترض النادي الاهلي يلعب فيه وما لعبش فيه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت شايف نفسك محترف وراجل بروفيشنال وعايز تفيد كره القدم المصريه، تعالى بقى اقول لك ان في اكيد حد اكثر منك درايه في علم التدريب، اكثر منك وعي، اكثر منك خبره، مش بقى محترف مش بس محترف، لا ده انا هجيبه لك اصلا من الخارج. تعال نشوف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لما اتحط مباراه النهائي يوم 11 في المغرب ومباراه غينيا يوم 14 في المغرب برضه قال ايه. نشوف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. وانا بصراحه ببلغ من مكاني هنا ان انا زعلان جدا وما كنتش متقبل هذا الموقف، وان احنا المفروض مصر لن تقبل هذا بسهوله. Desculpa vai ser claramente, mas os clubes falaram, os países está dentro da lei, até pode estar na lei, mas não faz sentido nenhum. Os jogadores acabaram o jogo às 11, dia 11 à noite e passar 3 dias quando se poderia jogar muito mais à frente, estar a jogar novamente. طبعا هيقولوا طبعا ان هو داخل ايام الفيفا وان هي فتره التوقف بس ما ينفعش فريق يكون بيلعب عندك يوم 11 وتدي اللاعبين راحه بسيطه جدا على اساس ان هو ينزل منها يلعب بعد كده يوم 14، ده اكيد بيأثر جدا علينا وبيأثر جدا على اللاعبين. بص بقى واهدى بقى واسمع يا ميدو وتعلم من الناس اللي فعلا جايه هدفها كره القدم المصريه، لان ده المدير الفني للمنتخب الوطني. الراجل ده مدير فني لمنتخب مصر مش لنادي، عشان انت بتقول ايه امال انا مديك قايمه 30 لاعب ليه؟ الراجل ده بقى عنده 30 في 20 600 لاعب يقدر يختار منهم غير المحترفين، ومع ذلك لجوده لاعبي النادي الاهلي واهميه النادي الاهلي الراجل انفعل في المؤتمر الصحفي على اصلا معايير الكاف، ازاي يكون عندي فريق هيلعب نهائي يوم 11 انا عايز منه بس 8 9 لاعبين وتلاعبني انا منتخب مصر اللي عندي 700 لاعب اقدر اختار منهم يوم 14، وجاي بتتكلم على النادي الاهلي ان هو يلعب مباريات مضغوطه وانت عندك 30 لاعب؟
اعتقد مهما بلغت خبرتك، مهما بلغت احترافيتك في الوقت الحالي، الحقيقه السي في بتاعك من التدريب واضح جدا، ولسه بنتكلم عن بطوله واحده فقط لا غير، ثم فشل يتلو فشل يتلو فشل في قصه تدريبك للفرق المصريه. ده راجل مدير فني بسي في محترم، جاي مدرب منتخب مصر بيقول لك وهو عنده 700 لاعب ان ما ينفعش العب اصلا مباراه يوم 11 لفريق ولعب يوم 14 في نفس البلد. انا قلت لك بقى الاهلي لعب يوم الثلاث في القاهره مع المقاولين، يوم السبت كان بيلعب مع صن داونز، محتاج يعمل ايه تاني عشان تبقى بروفيشنال وعالمي زي ما يقال؟ اعتقد الصوره واضحه، واعتقد انت ازمتك ان نادي الزمالك متضرر وشايف النادي الاهلي بيحقق نجاحات، فتعال نقول اصل نجاحات في وسط اجواء من الفساد، لكن احنا عايزين نروح اجواء من الاحتفاء واجواء من تقدير الذات واجواء من لاعبين. يعني لسه كنا بنتكلم عن تعاقداتهم، عندنا كلمة أولى لرامي ربيعة بعد التجديد لمدة موسمين. أنا دخلت النادي الأهلي وأنا عندي 8 سنين، كان حلمي إن أنا ألعب في الدرجة الأولى، بدأت أشتغل على نفسي وبدأت أفكر إن أنا ألعب في الفيرست تيم، الحمد لله ربنا كرمني بقى عندي 16 سنة، كان أول ماتش ليا قدام حرس الحدود، يعتبر أصغر كابتن فرقة لأن خدت الشارع وأنا عندي 21 سنة، يعني فرحتي ما تتوصفش ان انا بلعب في الدرجه الاولى وبحقق بطولات معاه في النادي الاهلي في اعظم نادي في القاره. بالنسبه لي انا حققت جزء كبير قوي من حلمي، وانك تبسط جمهور النادي الاهلي ده يعني بالنسبه لي انا شعب الاهلي مش جمهور بس، فالنادي الاهلي بيتي ورحلتي معاه مستمره وبطولاتي معاه مستمره، والاحلام في النادي الاهلي ملهاش نهايه. الاحلام في النادي الاهلي ملهاش نهايه، دي كلمه رامي ربيع امتى؟ كلمه رامي ربيع بعد ما حقق 5 دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، بعد ما شارك في كاس العالم للانديه مع الاهلي وحقق برونزيه عالم، بعد ما حقق كل البطولات دي بيقول لك الاحلام ملهاش نهايه. هي دي ثقافه الاهلي وهي دي ثقافه لاعبي النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي بعقليته وتركيبته الفريده، ودايما بقول مفيش حاجه شبه النادي الاهلي. بالتاكيد والرحله مستمره لرامي ربيعه، وايضا النادي الاهلي ما بيسيبش حاجه كده للظروف. الحقيقه كان في لقطه مشجع في مباراه السوبر، شيخ احمد راجل يعني فقد البصر ولكنه لم يفقد البصيره، وكان متواجد في الملعب وبيستمع للتعليق الصوتي. كابتن محمود الخطيب في اللقطات اللي زي دي، في اللحظات اللي زي دي، بيقدر جدا قيمه شغف جماهير النادي الاهلي، تكريم للشيخ احمد يعني، وصوره مع البطوله القاريه داخل النادي الاهلي، حاجات مهم جدا جدا نطرحها، حاجات بالفعل لجماهير النادي الاهلي، ولقطات من التقدير من مجلس اداره النادي الاهلي يستحقها بالفعل الشيخ احمد وتستحقها كل جماهير النادي الاهلي. وصلنا لنهايه حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، ونشوفكم دائما والنادي الاهلي منتصرا، النادي الاهلي فوق الجميع.